صراعات كثيرة تحدث في عالم البحار، ومن أكثر الصراعات التي تحدث تلك الصراعات التي تحدث بين الكائنات العملاقة. وعندما نتحدث عن أخطر عملاقين في عالم البحار لا يمكن التغافل عن قوتهما، نتحدث عن القرش الأبيض وحوت الأوركا. وعلى الرغم من السمعة المرعبة التي يمتلكها القرش الأبيض، إلا أن حوت الأوركا هو نقطة ضعفه، فذلك الحوت القاتل يمتلك صفات جسدية تجعله يتفوق على ذلك المفترس الأبيض. أوضح الباحث البيئي إبراهيم سعد أن العقاب النساري الذي يعيش في الجزر الواقعة في مياه البحر الأحمر يستطيع تحديد الأسماك التي تسبح أسفل المياه وبدقة متناهية، وبعد تحديد موقع فريسته ينقض عليها بسرعة ليختطفها، ويساعده في ذلك مخالبه الحادة. والعقاب النساري معروف باسم آخر من قبل السكان الأصليين وهو أبو جداف، والذي يثير للدهشة أن هذا الطائر هو الذي يتوسط صورته على علم دولة مصر العربية. القط الفرعوني كان له أهمية بالغة عند القدماء المصريون بسبب قدرته الفائقة في التخلص من أي قوارض أو زواحف، وذلك لحماية مخازن الحبوب والغذاء التي كان يمتلكها الفراعنة قديما. وتم التعامل مع القط الفرعوني من قبل الفراعنة كحيوان مقدس، فتم عمل العديد من التماثيل له ووضعه في معابدهم الدينية. والقط الفرعوني معروف بشكله المميز، فهو يمتلك عيونا واسعة وأصابعا طويلة وأذنان تشبه الخفافيش، وسمي بالقط الفرعوني نسبة إلى تمثال أبو الهول. ومن أشهر القطط الفرعونية كانت القطة باستيت، وتصل وزن الذكور في القط الفرعوني لستة كيلوغرامات، أما الإناث فتكون 2 كيلوغرام. حوت الأوركا سفاح البحار ويصنف من أشرس الحيوانات البحرية، قاتل القروش والحيتان العملاقة، يأكل ويقتل ولا يستطيع أن يقتله أحد، لذلك هو على رأس السلسلة الغذائية البحرية. ملك البحار ويبلغ من الذكاء الكثير، يصطاد في مجموعات وبخطة مدروسة قبلها، ولكل فرد في المجموعة دوره، لا يأبى أي فريسة مهما كان حجمها. وفي مجزرة بحرية مرعبة تسبب اثنان من حيتان الأوركا في قتل 17 قرشا خلال ساعتين فقط. دب الماء هو أحد أقوى الكائنات التي تعيش في عالمنا، وذلك الكائن يستطيع العيش في الفضاء الخارجي، وذلك دون التأثير على وظائف جسده. وهو حيوان مجهري صغير لا يتجاوز طوله المليمتر الواحد، ويصنف من الكائنات اللافقارية، وبطيء جدا في حركته، ويعرف باسم خنزير الطحالب. في الفترة الأخيرة انتشرت بعض الفيديوهات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي لبق الفراش المنتشر في فرنسا، ولكن يا ترى ما مدى صحة هذه المقاطع التي انتشرت؟ وما هي حشرة البق؟ وكيف تؤثر على الإنسان؟ وكيف يتم علاج اللدغات التي تسببها؟ وهل يمكن التخلص منها؟ في الحقيقة تلك المقاطع غير صحيحة، وليس لها علاقة بقريب أو من بعيد ببق الفراش. ثعلب الماء بينتمي لفصيلة العرسيات، والحيوان ده من أذكى الحيوانات اللي ممكن تشوفها، فبيقدر يستخدم أدوات من الطبيعة علشان تساعده في بناء بيوت أو أعشاش للسكن فيها. وبيمتلك ثعلب الماء جراب أو جيب زي الكنجرو، والجراب ده بيضع فيه أحجار صغيرة باستمرار،
وده لاستخدامها في كسر الأصداف اللي بيعتمد عليها في غذائه. وهو حيوان اجتماعي جدا وبيتواجد منه. القرش الأبيض العظيم وحش أسطوري لكل الحيوانات البحرية، وبيعمل حالة من الرعب لكل الكائنات حتى الإنسان. لكن بالرغم من القوة والشراسة اللي بيمتلكها، هنلاقي بعض الوحوش البحرية تقدر تهزمه وبكل سهولة. الأول هو حوت الأوركا، فيقدر يهزمه بسهولة وبعد ما بيصطاده بيتغذى على الكبد. والتاني الحوت الأزرق، أضخم الكائنات الحية على وجه الأرض، فبسبب لكن أغرب الأنواع هو الشكل المخروطي اللولبي. وعلشان البيوض تكون محمية من المفترسات، بتضع الأمهات البيوض الخاصة بيها في الشقوق الموجودة بين الصخور. وبعض الأنواع بيتم فقس البيوض داخل رحم الأم، وأثناء وجودها في الرحم بتتغذى على البيوض الغير مخصبة، وده علشان يكون حجمها أكبر وتقدر بعد الولادة تعيش بين الأسماك الأكبر منها، والحجم ده بيساعدها في الهروب من المفترسات. حتى قرش الميجالودون المنقرض كان ده اللي بيحصل معاه، فكانت الأمهات بتلد الصغار بعد ما يصل حجم كل صغير ل2 متر. وأغلب أنواع البيوض غريبة الشكل الموجودة في أسماك القرش بيتراوح طولها الدب القطبي أو الدب الأبيض، هو أحد أضخم المفترسات اللي بتعيش على الأرض، فتم وصفه بالمفترس العظيم أو الصياد الماهر. وهو من الحيوانات اللي بتمتلك قدرة رائعة على التخفي. لكن يا ترى ممكن حيوان زي الدب القطبي يواجه كائن قوي زي حوت الأوركا، ولا ده من الصعب يحصل؟ في البداية، حوت الأوركا هو أضخم الكائنات البحرية الموجودة في البحار، وبيمتلك صفات رائعة من الصعب أي كائن التغلب عليها، زي إنه من الحيتان الذكية والشرسة. ده بالإضافة إن حجمه الضخم بيساعده على الرغم من تصنيف الدببة كحيوانات قوية من الصعب التغلب عليها، إلا إن 5% من فرائس النمور هي دببة. لكن معظم الفرائس دي بتكون الدببة الصغيرة أو الإناث اللي بتستهدفهم النمور، وده لأن النمور عارفة إن الدببة الذكور حيوانات من الصعب مواجهتها. لكن في حالة لو حصل مواجهة بين ذكرين بالغين بكامل قوتهم، وعملنا مقارنة ما بين الدب والنمر، هنلاقي النمر السيبيري من أقوى وأكبر أنواع النمور، وده بسبب امتلاكه بنية عضلية قوية بسبب حجمه. وعلى الجانب الآخر، الدب البني لا يقل قوة عن النمر، فهو من أضخم أنواع الدببة. لكن لو حصل صراع ما بين الاتنين وعن أخطر عملاقين في عالم البحار، لا يمكن التغافل عن قوتهما. نتحدث عن القرش الأبيض وحوت الأوركا. وعلى الرغم من السمعة المرعبة التي يمتلكها القرش الأبيض، إلا أن حوت الأوركا هو نقطة ضعفه. فذلك الحوت القاتل يمتلك صفات جسدية تجعله يتفوق على ذلك المفترس الأبيض. فحوت الأوركا ذلك السفاح الذي يستطيع هزيمة أي مفترس في طريقه، فعندما يتقابل مع القروش البيضاء تكون متعته القضاء عليها. الأسد من الحيوانات المفترسة اللي بتمتلك صفات نبيلة ورائعة، زي القوة ومواجهة العدو بجرأة. ومهما كانت قوة وحجم الحيوان اللي بيواجهه، عمره ما بينسحب من المعركة. والصفات الجسدية اللي بيمتلكها الأسد بتساعده إنه يكون حيوان شجاع وشرس. فمثلا الصور المقطعية اللي تم تصويرها من قبل المتخصصين بتوضح وجود هندسة عبقرية في تصميم فك قوي، والفك ده يعادل
السرعوف أو فرس النبي أو جمل اليهود أو حصان إبليس، كل دي أسماء لحشرة صغيرة في الحجم نسبياً، لكن بالرغم من كده حشرة فرس النبي بتمتلك آليات قوية مش موجودة في حيوانات أكبر منها في الحجم، وبتستخدم الآليات دي للدفاع عن نفسها من المفترسات اللي بتعيش في منطقتها. فحشرة السرعوف بتقدر تفترس بعض أنواع الطيور الصغيرة، ده بالإضافة للثعابين صغيرة الحجم. تعتبر خنفساء وجه الرجل من أغرب الحشرات اللي ممكن تسمع عنها، فالنوع ده من الحشرات بيمتلك رائحة كريهة جدا، وبتستخدم الرائحة دي للدفاع عن نفسها ضد أي مفترس بيهدد حياتها. أما اسم خنفساء وجه الرجل أطلق عليها بسبب الرسوم الموجودة على ظهرها، فبالنظر لأجنحتها هنلاقي ملامح وجه رجل واضحة، والنوع ده بيعيش في الهند وسريلانكا وجزيرة مدغشقر. أغلب أنواع الثعابين السامة بتكون درجة السم الموجودة في أجسامها مش قوية جداً، فممكن الفريسة تهرب بعدها لأنها مش بتفارق الحياة إلا بعد فترة، لكن الثعبان بيمتلك حاسة مميزة جداً، وهي عبارة عن نظام حسي متطور، فكل ثعبان بيمتلك نقطتين مجهريتين موجودين على سطح فم الثعبان، ووظيفتهم استشعار المواد الكيميائية الدقيقة اللي بتتركها أي فريسة وراها. السبب في ظاهرة الطيور المهاجرة على شكل حرف V هو الاستفادة بقدر الإمكان من مجمل الاضطراب الهوائي اللي بيعمله السرب كله، وده بيساعد على تقليل الجهد المبذول للطيران، يعني كل طائر لما يحرك أجنحته بيساعد نفسه على التحليق هو والطائر اللي وراه، والطائر اللي بيتعب في المجموعة بيرجع لورا علشان ياخد مكانه طائر آخر، ولما كل الطيور الموجودة في السرب تتعاون مع بعضها في عملية الطيران ده بيساعدهم يقدروا يسافروا لمسافات كبيرة. والأغرب في العملية دي إن الطيور بتحرك أجنحتها بتوقيت محدد، وده للاستفادة القصوى من تحريك أجنحة الطيور الأمامية. على الرغم من القوة والشراسة اللي بتمتلكها أسماك القرش، إلا إنها بتخاف من الدلافين الأصغر منها في الحجم، ومش بس كده هي بتبعد عن الأماكن الموجودة فيها، وده لأسباب كتير زي إن الدلافين بتمتلك مرونة وقدرة عالية في المناورة، وده بيخليها من الصعب يتم عضها من قبل القروش، ده بالإضافة إن الدلافين دايما بتعيش في مجموعات كبيرة أما القرش بيعيش لوحده، ده غير إن الدلافين حيوانات ذكية ومخادعة وعارفة نقاط ضعف القروش، فبتستخدم أنفها القوي وبتغرزه في معدة القرش، وده بيسبب صدمة كبيرة ليها. على الرغم من السرعة اللي بتمتلكها الغزالة، إلا إنها ما بتقدرش تهرب من الأسد، فسرعة الغزالة بتصل ل 90 كيلومتر في الساعة، لكن الأسد سرعته 58 كيلومتر في الساعة، وعلى الرغم من الفارق الكبير ده في السرعة، إلا إن الغزالة أول لما بتعرف إن الأسد حط عينه عليها، بتبقى عارفة إنها ضعيفة وإنه هيفترسها، وهنا الخوف بيكون السبب في إنها تكون فريسة سهلة، فالغزالة لما بتحس بالخوف بتبدأ تلتفت وراها كتير، وده لتحديد المسافة بينها وبين الأسد، وللأسف الالتفاتة دي بتكون قاتلة ليها، لأنها بتأثر على سرعتها وبتكون السبب في افتراسها. يا ترى لو حصلت معركة بين الأسد وفرس النهر مين اللي هيغلب فيهم؟ الإجابة إن الأسد من الحيوانات اللي بتمتلك قوة وشراسة، وبيعتمد في قوته على الكتلة العضلية الموجودة في جسده، وعنده مقدرة إنه يصطاد الفريسة بصورة منفردة أو جماعية، لكن لو كانت الفريسة حجمها كبير وقوي زي فرس النهر فلازم وقتها يستعين بأسود أخرى علشان يقدر يصطادها، لأن فرس النهر وزنه بيصل لعشرة أضعاف حجم الأسد، ده بالإضافة إنه بيمتلك رأس كبير وفتحة فم بتصل لمتر وخمسين سنتيمتر،
والفم ده مزود بنابين بيصل طول الواحد فيهم لأربعين سنتيمتر، والإمكانيات دي بتخليه من أكثر الحيوانات قوة وقدرة على القتال. لكن ممكن الأسود تصطاد صغار فرس النهر في حالة لو كانت بعيدة عن أعين البالغين. في مارس 2021 احتلت ملايين الفئران شوارع استراليا، وده بسبب ان الفأر من القوارض اللي بتقدر تنجب اكثر من 400 صغير في السنة الواحدة، وطبيعي ان العدد المهول ده لازم يتغذى علشان يقدر يعيش. فدخلوا في السنة دي البيوت والمزارع، ودخلوا كمان المتاجر الكبيرة والمحلات، وده علشان يقدروا يوفروا الطعام اللازم. وبيقول احد المتخصصين ان السبب في زيادة العدد ده من الفئران هو تناقص أعداد الحيوانات المفترسة بسبب الموت في موسم الجفاف في أستراليا. وبسبب اللي حصل أجبرت السلطات السجون على إخلاء الأفراد الموجودة فيها. دايماً ممالك النمل بتبهرنا بقدرتها على التعاون والعمل، وده لتحقيق المستحيل علشان حماية مستعمراتها. وتمتلك أنواع كتيرة من النمل القدرة على تطوير قدراتها الخاصة، وده في سبيل الحصول على الطعام أو حماية المملكة. فمثلا نمل النار الأحمر بيستخدم مهاراته لبناء الجسور، وده عن طريق استخدام أجساد أفراده. وعلشان الجسر يكون قوي بيتصل النمل مع بعضه عن طريق الفم والأقدام بالإضافة للمخالب، وبيظهر الجسر بعدها في ترابط عجيب، وده بيعكس قد إيه الكائنات الصغيرة دي قوية ومتعاونة مع بعضها. السمكة الحجرية، وتم تصنيف النوع ده من الأسماك إنه من أخطر أنواع الأسماك في عالم البحار، وده بسبب امتلاكها أخطر أنواع السموم في أنواع الأسماك. وبيطلق على النوع ده من الأسماك سيد التمويه، وبيساعدها على التخفي شكل جسدها اللي بيشبه الشعب المرجانية. وتمتلك السمكة الحجرية 13 شوكة سامة، ولما أي فريسة تقرب منها وتلمسها فبالضغط على ظهرها بتفرز الغدد السامة اللي بتمتلكها سم بشكل لا إرادي، والسم ده كافي إنه يعمل ضعف في العضلات وشلل، واللي بيكون بعدها الموت. الكلب السلوقي أو كلب الصيد الإيراني هو أسرع أنواع الكلاب في العالم، فسرعته بتصل ل 68.8 كيلو متر في الساعة، ومسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأسرع كلب في العالم. وبسبب السرعة دي بيتم استخدامه في صيد الغزلان والأرانب في القبائل البدوية. ويمتاز الكلب السلوقي بنفس أطول من نفس الفهد، وده بيساعده على الجري لمسافات كبيرة من غير تعب، وده بيرجع انه بيفقد سوائل الجسم مش عن طريق العرق لكن عن طريق التبخير من منطقة اللسان، وعلشان كده وقت الجري بنلاقيه بيفتح فمه بسبب اللهث المستمر. نمل البلدغ او النمل الاحمر هو اخطر انواع النمل في العالم، والنوع ده من النمل يقدر في خلال ربع ساعة انه يقتل كائن حي، وطريقة النمل في الهجوم عدائية جدا. فبمجرد ان النملة حست بالخطر ولدغت الفريسة فباقي المجموعة على طول بتهجم بعدها، وبيستخدم الفكين مع اللدغ في نفس الوقت، وده علشان يضخ اكبر كمية سم ممكنة للجسم. وبيعيش نمل البلدغ في استراليا، ويعتبر من اكبر انواع النمل في العالم، وبيتغذى على الحشرات والعناكب، واطلق عليه نمل البلدغ علشان طريقة الهجوم الشرسة ليه بتشبه كلاب البلدغ البريطانية. يا ترى ليه الأسود من الصعب تاكل لحم الضباع؟ فبيقول أحد المتخصصين في عالم الحيوان إن الضباع نظامها الغذائي بيعتمد على أكل اللحم المتعفن أو الجياف، وده بيجعل مذاق لحم الضباع غير مستحب للأسود. ده بالإضافة إن الأسد بيعتبر أكل لحم الضباع وصمة عار بالنسبة له، علشان هو من أكثر الحيوانات المنافسة ليه، ولأنه ملك الغابة فمن الصعب إنه ياكل أي لحم لمجرد إنه جعان.
يعتبر كلب الماستيف التيبيتي من أغلى أنواع الكلاب في العالم، ويعتبر من أقدم السلالات الموجودة، والنوع ده مميز بضخامة جسده، وعلشان كده هو معروف باسم آخر وهو أسد الكلاب، وبيمتلك الماستيف التيبيتي قوة وشراسة غير عادية، وبيتواجد الماستيف التيبيتي مع طبقات الأثرياء فقط، فمالكه أحد رجال الأعمال في الصين، ده بالإضافة إن أعداده نادرة جدا، فوصل سعر أحد كلاب التيبت الأحمر $1,600,000. الذئب الأسود، يا ترى ليه هو مميز عن الذئاب الرمادية؟ الإجابة إن الذئب الأسود يعتبر من أقوى وأشرس أنواع الذئاب، وده بسبب امتلاكه جسم أكبر وبنية عضلية أقوى، وده بيخليه يقدر يواجه حيوانات ضخمة زي الدببة، والصفات دي بتساعده إنه يعيش في مناطق صعبة زي الغابات الشمالية الداكنة. والذئاب السوداء بتعيش فترات أطول من الذئاب الرمادية، وده بسبب امتلاكها جهاز مناعي أقوى، وده بيجعلها تمتلك قدرة أعلى في مكافحة الأمراض المنتشرة. يعتبر القرش الأبيض العملاق من أكبر وأشرس الكائنات في عالم البحار، والنوع ده من القروش معروف عنه إنه لا يتوقف أبداً عن السباحة، وبيمتلك حاسة شم قوية جداً، واللي بتساعده على شم روائح البول والدم من مسافات كبيرة. وعلى الرغم من القدرات الجسدية اللي بيمتلكها القرش الأبيض، إلا إنه بيمتلك نقطة ضعف وحيدة، وهي الحوت السفاح أو حوت الأوركا. فحيتان الأوركا معروف عنها إنها بتصطاد القروش البيضاء علشان تتغذى على مناطق معينة في أجسادها، وهي الكبد. أغلى جمل في العالم هو الجمل عرنون، فوصل سعره ل$200,000,000 سعودي، وتم بيعه خلال مزاد في الكويت سنة 2019، وعلشان كده هو مسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأغلى حيوان في العالم، ووصل سعره للمبلغ الضخم ده علشان هو من سلالة عريقة ونادرة، بالإضافة لامتلاكه صفات فريدة في جسده، واللي بتساعده على المشي بسرعة ورشاقة بخلاف أي نوع آخر من الجمال. في عالم المحيطات والأنهار تقدر أنواع الأسماك بآلاف الأنواع، وبعض أنواع الأسماك بتمتلك شكل وصفات رائعة، والبعض الآخر بيمتلك صفات عدائية وشرسة، وده للدفاع عن نفسها أو الحصول على غذائها من الفرائس. ولو الكثير مننا فاكر إن الأنواع الخطيرة هي أسماك القرش بس، يبقى لازم يشوف الفيديو ده علشان نعرف إن في أنواع من الأسماك أكثر خطورة ورعب ممن. السلحفاة جوناثان هي أقدم الحيوانات البرية الموجودة على الأرض، وجوناثان ذكر سلحفاة اتولد سنة 1832، يعني عمره 191 سنة. وبيقول الطبيب المسؤول عن رعاية جوناثان إن بسبب تقدم العمر للسلحفاة، فللأسف فقدت حاسة البصر وحاسة الشم، وجوناثان كان عايش في جزيرة سيشل، واتنقل سنة 1882 لجزيرة سانتا هيلينا، والجزيرة دي اللي اتنفى فيها القائد الفرنسي نابليون بونابرت. اكتشف علماء في جامعة السوربون نوع من النمل بيمتلك قدرات غريبة، وهي إنه يقدر يتعرف على بعض الكائنات اللي بتحمل أورام خبيثة في أجسادها، وده عن طريق رائحة البول. وبيقول العلماء اللي عملوا الدراسة إن النوع ده من النمل ممكن تدريبه على كيفية تحديد رائحة السرطان، وفعلا بعد التدريب استطاع النمل تحديد رائحة بول فئران مصابة بالسرطان وبدقة متناهية. وبيسعى العلماء لتدريب النمل على تحديد الخلايا السرطانية البشرية. ثلاثة طيور ساهمت في عظمة كوكب اليابان،
وده لأنها ألهمت الشركات في صنع أعظم خطوط قطارات في العالم، والطيور دي هي طائر البومة وطائر الرفراف بالإضافة لطائر البطريق. وبسبب معرفة استراتيجية الطيران الخاصة بهم، كان من الصعب وصول المهندسين لاختراع وتصميم أعقد شبكة قطارات في العالم، مع العلم أن اليابان ذات طبيعة جبلية صعبة. أعداد ضخمة من صراصير المورمون تغزو ولاية نيفادا الأمريكية، والسبب بيرجع أن النوع ده من الصراصير بيضع البيوض الخاصة بيه في فصل الصيف، وبعد فترة بتفقس البيوض في فصل الربيع. لكن السنة دي اتأخر فقس البيوض، وده بسبب موسم الأمطار الغزيرة. وحسب تقرير صحيفة جارديان أن مفيش خوف من الأعداد الضخمة دي، والنوع ده من الصراصير أطلق عليه الاسم ده في منتصف القرن 19 لما دخلت الحشرات دي حقول مستوطنين المورمون في ولاية يوتا. ممالك النحل عندها قدرة على إبهار الجميع بتفاصيل حياتها المختلفة والغريبة، وبتعتمد على طرق متنوعة للدفاع عن نفسها. فمثلا بيعتمد النحل الأفريقي القاتل على جذب باقي أفراد الخلية للدفاع عن الخلية، وده عن طريق لدغ الأعداء وإطلاق السموم في أجسامهم. وتحتوي كل لدغة على هرمون يجذب النحل الآخر، وده علشان باقي النحل يعرف يميز أعداء الخلية. ولو أي شخص تعرض للدغ من النحل القاتل فبيكون معرض لهجوم آخر بعد دقائق. كشف عميد المعهد القومي لعلوم البحار بالبحر الأحمر إن سمكة القرش اللي قتلت الشاب الروسي هيتم تحنيطها، والإجراء ده متبع مع الأنواع دي من الأحياء البحرية، وأكد إن هيتم تفريغ أحشاء القرش وتفريغ الأنسجة واللحم مع الحفاظ على الهيكل الخارجي للسمكة، وتم تحنيطها لعرضها بمتحف المعهد، وبعدها هيتم كتابة قصة الحادث على لوحة رخامية بجوار القرش مع وضع صورة الشاب الروسي وكتابة لي بعدها. من المعروف ان اغلب الصراعات في الحياة البرية بتكون ما بين الصياد والفريسة، وفي بعض الأحيان ممكن يكون الصياد هو الفريسة، ده لو دخل منطقة نفوذ صياد آخر. حتى كواليس الصراعات الداخلية في الحياة البرية المتوحشة هنلاقي أشرس الصراعات وأكثرها دموية بتكون ما بين الحيوانات المفترسة وبعضها، والأسباب كتيرة هنا. ممكن بسبب دخول حيوان مفترس منطقة حيوان مفترس آخر، وممكن بسبب قرب المكان ما بينهم، وممكن بسبب الإناث الموجودة في المنطقة. ومهما كانت الأسباب فالنتيجة واحدة، وهي القتل والنهاية الدموية لأحد الخصمين. زمرات الأسود من أكثر المجموعات الحيوانية اللي بتعتمد على الترابط القوي ما بينهم، وممكن كمان يموتوا علشان يحموا بعض، واللي بيديها القوة والسيطرة وسط المجموعات الكبيرة زي الضباع. لكن اللي حصل في المشهد ده غريب جدا، ومحدش عنده تفسير للي حصل. دخل منطقة الأسود نمر مرقط وتم محاصرته من مجموعات اللبؤات علشان يخاف ويبعد من منطقتهم، لكن الأسد الذكر قرر الهجوم عليه وقتله. لكن اللبؤات رفضت الهجوم على النمر وقررت الهجوم على الأسد بشراسة، والتصرف ده غريب منهم. ولو حد عنده تفسير للموقف ده ياريت يقول لنا في التعليقات. تعتبر سمكة المرلين أو خيل البحر من أسرع الكائنات البحرية في العالم، فسرعتها بتصل ل 109 كيلو متر في الساعة. والمرلين بتمتلك زعنفة ظهرية ضخمة بتساعدها على السباحة بإنسيابية وبسرعات مهولة. أما الفهد فهو أسرع الكائنات الحية على الأرض، فسرعته بتصل ل 120 كيلو متر في الساعة، وبيساعده جسمه المرن على الجري لمسافات كبيرة. وبيمتلك الفهد أرجل طويلة ومخالب قابلة للسحب مع السرعات العالية،
أما صقر الشاهين فهو أسرع كائن حي في الجو، ومش بس كده، هو أسرع الكائنات الحية على الأرض، فسرعته بتصل ل 390 كيلو متر في الساعة، يعني مفيش كائن حي بيمتلك السرعة دي، والسرعة دي بتساعده في الانقضاض على الفريسة بسرعة والقضاء عليها. التمساح هو صاحب أقوى فك في عالم المفترسات، وبالرغم من سرعته المتواضعة في الجري إلا إنه بيقدر يصطاد حيوانات قوية وضخمة زي الجاموس البري، وده بيرجع لاستراتيجية الصيد الخاصة بيه وهي نصب الكمائن، وده بيحصل عن طريق بقائه تحت المياه من غير أي حركة. وأول ما الفريسة تقرب من منطقة المياه المسيطر عليها بيهجم عليها بسرعة وبيمسكها بفكه القوي واللي من الصعب الإفلات منه، وبتساعده أسنانه القوية والحادة، وأول ما يتأكد من التحكم في الفريسة بيسحبها تحت المياه لإغراقها، واللي وقتها بتكون مقاومة الفريسة ضعيفة والتماسيح من ذوات الدم البارد، وده بيساعدها في البقاء لفترات طويلة من غير أي طعام. دوجو أرجنتينو من أكثر أنواع الكلاب شراسة وجرأة، فالنوع ده من الكلاب عنيد جداً وبيمتلك روح قتالية في أي معركة بيدخلها، يعني مش هيخرج إلا وهو منتصر، والصفات دي بتجعل دوجو أرجنتينو من أمهر أنواع الكلاب في الصيد، لدرجة أنه ممكن يصطاد الخنازير البرية اللي أكبر منه في الحجم، وعلشان كده بيتم استخدامه في الصراعات بين الكلاب والحراسة. وبيمتلك دوجو أرجنتينو واحد من أقوى خمس فكوك في أنواع الكلاب، ومتوسط عمره من 9 ل 15 سنة. دودة العلق الطبي أو الدودة الحكيمة، وأطلق عليها الاسم ده في ألمانيا علشان بيتم الاعتماد عليها في الحالات المرضية اللي قرر الأطباء فيها بتر أحد أطراف المريض، وعلشان المريض يتخلص من الصديد والتقيح بيتم وضع الدودة في مكان الجرح، وبعدها بتفتح الجرح وبتفرز مادة مخدرة بالإضافة لمادة البلازما اللي بتمنع النزيف، وبعد كده بتمتص الدودة الصديد والخلايا التالفة، وأخيرا بتفرز مادة لقتل البكتيريا الضارة. يعتبر القرش الببري من أشرس وأقوى أنواع القروش، والنوع ده بيمتلك سلوك عدائي في نمط غذائه لدرجة أنه ممكن يفترس صغاره لو حس بالجوع، والقرش الببري ممكن يأكل بعض الأشياء الغريبة زي حاويات النفط واللوحات والإطارات المستعملة. ويعتبر القرش الببري رابع أكبر أنواع القروش، وأنثى القرش الببري بتمتلك رحمين وده لإنتاج الكثير من البيض سنوياً. يا ترى إيه أكثر الكائنات الحية اللي ممكن تقتل الإنسان؟ إجابة الكتير مننا هتكون الأسود أو القروش، لكن وفقاً للإحصائية اللي عملها رجل الأعمال الشهير بيل جيتس واللي اعتمد فيها على تقارير منظمة الصحة العالمية، فالمركز الأول هو الباعوض لأنه بيقتل سنوياً 725 ألف شخص، وده بفارق كبير جداً عن المركز الثاني. أما المركز الثاني للأسف هو الإنسان واللي بيقتل 475 ألف شخص سنوياً. أما المركز الثالث هو الأفاعي واللي بتقتل 50 ألف شخص سنوياً. يليها الكلاب المركز الرابع واللي بتقتل 25 ألف شخص سنوياً، وأخيراً ذباب التسي تسي واللي بتقتل 10,000 شخص سنوياً. الأسد حيوان معروف بقوة وجرأة غير عادية، لكن في بعض الأحيان ممكن حيوان أصغر منه في الحجم يخليه يبعد ويخاف، خاصة لما يكون الحيوان ده حيوان النايس. فالحيوان ده بالرغم من صغر حجمه إلا إنه بيمتلك أشواك حادة وقوية،
وبيستخدمها في الدفاع عن نفسه. حتى لو الأسد فكر إنه يأكل النايس، وقتها بيندم ندم شديد، لأن الأشواك بتفضل في فمه وبتسبب بعدها آلام شديدة. الفراشات من المخلوقات الجميلة جداً، والكتير مننا بيحبها علشان ألوانها الرائعة والمميزة، وبيتواجد منها 15,000 نوع حول العالم. لكن في نوع بيطلق عليه الفراشة الملكية، والنوع ده من الأنواع السامة لأنه بيتغذى على العصائر السامة من نبات الصقلاب. يعتبر نجم البحر من الكائنات البحرية الغريبة جداً، لأن جسمه لا يحتوي على الدم زي الكائنات الأخرى، لكن بيعتمد على امتصاص كميات كبيرة من الماء المالح، وبيضخها بعد كده لكل أجزاء الجسم. ومن الماء المالح بيقدر ياخد الأكسجين والغذاء اللازم. ونجم البحر لا يمتلك دماغ أو حتى جهاز عصبي. يصنف التنين الأزرق من الحيوانات البحرية التابعة لشعبة الرخويات حاملة الصدف، وبالرغم من صغر حجمه إلا أنه قادر على قتل كائنات أكبر منه. وهو كائن بيمتلك شكل رائع ومميز، لكن الشكل ده بيخفي وراه سر قاتل، وبيعتمد على تجميع السم من الفرائس السامة بالإضافة للفائف السامة الموجودة في قناديل البحر. وأطراف التنين الأزرق عبارة عن أكياس تسمى نيدو الساكس، وكل ما زادت كمية السم الموجودة في أطرافه بتكون لدغته أكثر سمية. يعتبر قنديل البحر من أكثر المخاطر اللي بتقابل البشر على الشواطئ، وده بيكون نتيجة الصيد الجائر للسلاحف البحرية، علشان السلاحف بتتغذى على قناديل البحر، وده بدون التأثر بالسمية العالية اللي موجودة فيها. تعتبر العلاقة التكافلية الموجودة بين أسماك القرش وأسماك الريمورة من أهم الطرق اللي بتحافظ على أسماك الريمورة من الافتراس، والعلاقة دي بتجعل أسماك الريمورة تستفيد من بقايا الطعام من القروش، ده بالإضافة لتغذيها على الطفيليات الموجودة على أجسامها. هو إيه اللي ممكن يحصل لو ماتت أسماك القرش؟ وهل أسماك شرسة ومفترسة زي القروش مهمة؟ الإجابة إن أسماك القرش تصنف أعلى السلسلة الغذائية في عالم البحار، وبتتغذى على الأسماك الكبيرة زي سمك التونة والهامور. ولو أسماك القرش اختفت، فالأسماك الكبيرة هتزيد أعدادها، وبالتالي هتاكل كل الأسماك الصغيرة، والأسماك الصغيرة لو اختفت وقتها هتزيد كمية الطحالب والعوالق، وهتغطي كل الشعب المرجانية، والكميات دي بتجعل الشعب المرجانية تموت. وأهمية الشعب المرجانية في السلسلة الغذائية إنها مسؤولة عن التمثيل الضوئي، وبالتالي أغلب الكائنات البحرية هتموت، مع العلم إن الأسماك من أهم مصادر الغذاء للإنسان. تتزاوج ملكة الدبابير مرة واحدة في السنة، وبعد التزاوج ده بتدخل الملكة في مرحلة السبات، وده بيحصل في مكان آمن تحت الأرض أو في مكان مغلق بيكون بعيد عن أي خطر، وبتبدأ بعدها ببناء المستعمرة في الربيع. وقتها بتضع البيض في بيوت بتشبه الخلايا، ولما تيجي مرحلة خروج الدبابير الصغيرة من البيض بتبدأ الملكة بتغذية الصغار، وده لمدة 10 أيام، وبعدها بتخرج الدبابير العاملة وبتبدأ عملها في رعاية البيض. يعتبر نمل رأس الباب أو السيفالوت من أغرب أنواع النمل، وده لأنه بيستخدم رؤوسه المسطحة كأبواب لغلق مداخل الأعشاش الخاصة بيه، وبيتم السماح فقط لأعضاء المستعمرة للدخول،
وده لإبعاد أي حيوانات مفترسة أو أي غزو من أنواع النمل الأخرى. وقتها مهما كانت قوة الهجوم على المستعمرة، بيختاروا أنهم يموتوا عن أنهم يعرضوا المستعمرة للخطر. ومن الغريب كمان أن نمل السيفالوت ما بيكونش في وضع الباب على طول، لكن بمجرد الإحساس بالخطر بيتم إغلاق الباب. يعتبر نقار الخشب من الطيور الغريبة والفريدة من نوعها، لأنه بيبني العش الخاص بيه بمهارة وإتقان عجيب، وكأنه مهندس احترافي وعامل شاطر جداً. فمثلاً نقار الخشب الأخضر بتصل سرعته في النقر لمئة كيلو متر في الساعة، وسبحان الله السرعة دي مش بتأثر على دماغه من جوه، وده لسببين. الأول هو امتلاكه أنسجة ليفية بتصل بين منطقة الجمجمة والمنقار، واللي بتخفف من قوة الضربة. والسبب الثاني هو امتلاكه لسان طويل بيلتف حول منطقة الجمجمة بالكامل، وده علشان يثبت المخ ويمنعه من الارتجاج. والغريب كمان امتلاكه ذيل قوي جدا بيساعده مع قدميه على تثبيت جسده على الأشجار. بيمتلك طائر أبو قرن العملاق الهندي أغرب سلوك في عالم الطيور، وده لأنه بيخاف جدا على الأنثى والصغار، وعلشان يحافظ عليهم بيبني عش بتختاره الأنثى في شجرة مناسب تجوفها لبناء العش، وبيبني بعدها العش من الطين وروس الطيور وبعض العصيان الصغيرة، وده علشان ما يقدروش يخرجوا منه ويكونوا في أمان بعيدا عن الحيوانات المفترسة. وبيكون هو المسؤول عن إطعامهم عن طريق فتحة صغيرة في العش، وبيستمر السجن الغريب ده للأنثى والصغار لحد ما تنتهي فترة الحضانة، ويصبح الصغار بعدها جاهزين للطيران. يعتبر نسر هاربي من أخطر الطيور الجارحة في العالم، وده بسبب حجمه الضخم، فبيتراوح وزنه من 5 كيلو جرام ل 8 كيلو جرام، وبيقال عنه بعض الأساطير من السكان المحليين لغابات الأمازون وهي إنه بيتحول لأشياء غريبة في الليل، وده بسبب قدرته الفائقة في الرؤية والسمع، واللي بتصل لست مرات الضعف لحيوان الذئب. وهو نادر جدا في الظهور لأنه بيفضل يعيش بعيد عن البشر، وبيتشابه مع الذئب في إنه بيختار شريك واحد طول فترة حياته. يعتبر حوت وولفن من أغرب وأندر الحيوانات الهجينة في العالم، علشان هو الوحيد من نوعه، يعني مفيش غير وولفن واحد بس، وده معناه إن عملية التهجين دي ما تمش تكرارها مرة أخرى، وغير معروف أسباب التوقف عن إجرائها. والغريب في عملية التهجين دي إنها تمت بين حوت شرس وقاتل ودولفين مسالم. الدلافين كائنات بحرية ذكية جدا واجتماعية، وعلشان كده عندها مهارة التمييز بين الأسماك اللي بتتغذى عليها والأسماك اللي بتجعلها في حالة انتشاء، والحالة دي بتجعل الدلافين وكأنها في تأثير الماريجوانا على الدماغ. وعلشان الدلافين تعمل الحالة دي بتختار سمكة الفوجو، لأنها لما بتنتفخ بتصدر سم بداخلها، وفي الوقت ده الدلافين بتبدأ ترمي السمكة وتلتقطها وتلعب بيها وكأنها كرة، وده لاستنشاق السم اللي جواها، وده بيخلي الدلافين في حالة غريبة بتحبها، وبعدها بتلعب وتتمايل بالسمكة وهي حية، وده لضمان استمرار استنشاق السم لزيادة فترة اللعب والمتعة. في مدينة غزة يفاجأ الصيادين بوجود أعداد كبيرة من أسماك الوطواط أو شيطان البحر على الشواطئ، وبيقول بشير شويخ أحد الصيادين إن الوقت ده موسم صيد الأسماك، وإن النوع ده من الأسماك بتخرج للمياه القريبة للشواطئ كل سنة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وكل قارب للصيادين بيقدر يصطاد من 2 لأربع أسماك، واللي بيصل وزن كل واحدة من 200 ل 300 كيلو جرام، وبيصل سعرها لحوالي 400 دولار. الكلب الذئب
هو كلب هجين ناتج من تزاوج أنثى الكلب وذكر الذئب، وبيميل في الشكل أكثر للذئب مع وجود صفات الذئب القوة والضخامة، بالإضافة لامتلاكه فك قوي. وبيمتاز النوع ده من الكلاب بالذكاء والقفز لارتفاعات كبيرة، وسرعته في الجري بتصل ل 62 ميل في الساعة، وبيحتوي الحمض النووي ليه على 87.5% الذئب الرمادي، 8.6% كلب هاسكي، 3.9% الراعي الألماني. في دراسة جديدة كشفت السر وراء ضخامة الحيتان عن باقي الحيوانات الأخرى، وقالت عالمة الوراثة ماريانا نيري من جامعة استاديو الكامبيناس في البرازيل إن السر بيرجع لنتائج معقدة للعديد من الجينات والمسارات وبعض العمليات الفيزيائية والبيئية، وبعد تقييم 9 جينات وبعض الحيتان المرتبطة بزيادة الحجم في الثدييات الأخرى، وجد العلماء إن 4 منها لعب دور في الحجم الضخم للحيتان. وقال الباحثين ان الجينات دي لعبت دور اخر في التخفيف من العواقب السلبية زي الاصابة بالسرطان وانخفاض معدل المواليد، والدراسة دي اتنشرت في مجلة ساينتيفيك ريبورتس. يعتبر الدب القطبي من اكبر الثدييات اللاحمة، هو ودب كودياك الامريكي، وهو من الحيوانات اللي بتقدر تعيش في درجات حرارة منخفضة جدا زي منطقة القطب الشمالي، فهو بيتواجد في شمال ألاسكا وكندا وروسيا والنرويج وجرينلاند. وذكر الدب القطبي بيتراوح وزنه من 400-680 كيلو جرام، وبيعتمد الدب القطبي في غذائه على فرائس بيحتوي جسمها على دهون عالية زي الفقمات وبعض أنواع الحيتان الصغيرة، وبيعيش الدب القطبي في المناطق الساحلية معظم الوقت، وده لاعتماده على الكائنات البحرية أكثر في غذائه. وبيمتلك الدب أذرع وأقدام قوية بتساعده على التأقلم في البيئة الجليدية والمشي لمسافات طويلة للبحث عن الغذاء. يصنف الحلزون من طائفة البطن قدميات اللي بتنتمي لشعبة الرخويات، والكائن ده بيقدر ينام حوالي 3 سنوات بالرغم من عمره اللي بيصل ل 15 سنة، وحاسة النظر عنده ضعيفة جدا، وبيعوضها بحاستي الشم واللمس المتطورة جدا عنده. أصابت حالة من الرعب مجموعة من الصيادين بولاية لويزيانا الأمريكية، وده بسبب تجمع عشرات من أسماك القرش الجائعة، وده اللي خلاها في حالة هستيرية غريبة للوصول للطعم اللي رماه الصيادين لصيد سمك التونة. وقال ديلون مي اللي صور الفيديو إن أسماك القرش أثارت رعب كل الصيادين اللي كانوا على المراكب القريبة منها. لاحظ الباحثين ان اسماك القرش بتعمل تصرف غريب جدا، وهو انها بتتقيأ معدتها بالكامل وبعدها تقوم بارجاعها مرة اخرى، لكن في حالة لو ما عرفتش ترجعها مرة اخرى بتموت بعدها. لكن ايه السبب؟ مجلة نيتشر عملت دراسة وقالت ان السبب هو التخلص من المواد الضارة، وفي دراسة اخرى 2005 وضحت السبب هو التخلص من مواد بتزعجها في الهضم. أما مجلة بلوس وان عملت دراسة 2013 في جنوب أفريقيا على القروش اللي بتتغذى على الحيتان، وقالت القروش بتعمل التصرف ده وترجع لفريستها مرة أخرى، وده مش علشان الشراهة لكن لتقييم جودة اللحم اللي بتدخل معدتها. الكثير مننا عارف ان فرس النهر من الحيوانات اللي بتمتلك كمية دهون كبيرة في جسدها، لكن المعلومة دي خاطئة، لان فرس النهر بيمتلك كتلة عضلية ضخمة جدا واللي بتصل لحوالي 6 سنتيمتر تحت الجلد، اما طبقة الدهون فهي طبقة رقيقة جدا، والكتلة العضلية دي بتخليه اسرع في الجري من الانسان بالرغم من وزنه اللي بيصل لاربع اطنان.
في يوم 28 يوليو سنة 76 يفاجأ سكان مدينة تنغشان الصينية بأعداد كبيرة جداً من الكلاب البرية منتشرة في المدينة، والعدد ده عمل حالة من الرعب للسكان، وده دفع الحكومة الصينية بإخلاء أكبر عدد من السكان، وبعدها بساعات ضرب زلزال مدمر المدينة وأطلق عليه زلزال تنغشان العظيم، وتصنف الزلزال إنه من أكبر الزلازل اللي حصلت في القرن العشرين، واللي وصل فيها عدد القتلى ل 255 ألف قتيل. فلولا الكلاب البرية كان العدد هيكون أكبر بأضعاف، ووصل وقتها قوة الزلزال ل 7.3 ريختر بقوة الزلازل. يعتبر صغير الحوت الأزرق من أكبر المواليد الصغار على وجه الأرض، وده بسبب إن وزنه وقت الولادة بيصل لحوالي 4 أطنان، ده بالإضافة إنه بيمتلك معدل نمو هو الأسرع في عالم الحيوان، فوزنه بيزيد من 90 ل 120 كيلو جرام يومياً، وعلشان كده بيستهلك حوالي 200 لتر من اللبن الدسم كل يوم من الأم، والفترة اللي بيبقى فيها مع الأم بتصل لحوالي سنة. يعتبر صغير الحوت الأزرق من أكبر المواليد الصغار على وجه الأرض، وده بسبب إن وزنه وقت الولادة بيصل لحوالي 4 أطنان، ده بالإضافة إنه بيمتلك معدل نمو هو الأسرع في عالم الحيوان، فوزنه بيزيد من 90 ل 120 كيلو جرام يومياً، وعلشان كده بيستهلك حوالي 200 لتر من اللبن الدسم كل يوم من الأم، والفترة اللي بيبقى فيها مع الأم بتصل لحوالي سنة. يعتبر كلب الراعي القوقازي أو كلب الجبال من أقوى وأكبر أنواع الكلاب، والنوع ده بيمتلك شراسة وجرأة غير عادية، وعلشان كده بيتم استخدامه في الرعي في بلاد القوقاز، وده لحماية قطعان الماشية من هجمات الحيوانات المفترسة. والكلب القوقازي بيمتلك نزعة هجومية وشرسة في القتال، وهو من الحيوانات المخلصة في عملها، فلو حس بالخطر من الممكن انه يدخل في قتال ويستمر فيه حتى الموت، وده في سبيل الدفاع عن مالكه او قطيع الماشية. يعتبر حيوان الصولة من اكثر الحيوانات الثديية ندرة في العالم، وده بسبب قدرته الفائقة على الاختفاء والمراوغة، وغير معروف أعداده بالظبط للباحثين، ومن النادر جدا إن أي شخص يشوفه، وهو من الحيوانات المهددة بالانقراض، ويصنف من فصيلة البقريات، وشكله بيجمع ما بين الماعز والضباء، وبيعيش في الأدغال الكثيفة في فيتنام والعوس. في مشهد مخيف تستيقظ عائلة ماليزية صباحاً وتفاجأ بوجود ذيل أفعى متدلي من أعلى الغرفة، وبعد حالة من الرعب بيتم الاتصال بفريق الإنقاذ، وبالفعل تم التحرك لإنقاذ العائلة، ولما بدأ الفريق تحريك ذيل الأفعى لمحاولة إسقاطها يفاجأ الجميع بسقوط جزء من سقف الغرفة، وده بسبب الوزن الثقيل، لأن بعدها بيتم اكتشاف وجود زوج من الأفاعي الضخمة، وبيقول أحد الأشخاص إن أحد الأفاعي كان وزنها 32 كيلو جرام مع طول 5 متر، والأخرى كانت 25 كيلو جرام وطول 4 متر. على الرغم من تصنيف فرس النهر من الحيوانات الغير عدائية، إلا إنه بيتحول لخصم شرس جداً لو أي حيوان فكر يدخل منطقة السيطرة الخاصة بيه، حتى لو كان ضخم آخر زي وحيد القرن، وقتها بتكون المنافسة شرسة جداً، لأن بالرغم من قوة فك فرس النهر إلا إنه بيخاف من وحيد القرن،
لكن فرس النهر وقتها بيكون خصم قوي جدا بالنسبة لوحيد القرن، وده بسبب ان فرس النهر بيمتلك انياب قوية جدا وحجم ضخم بيعرف يستخدمه في اي هجوم هيهدد حياته بالخطر. بيمتلك حيوان الكنجرو جراب داخلي عبارة عن جلد غير مكسو من الشعر وناعم، والمنطقة دي بتكون دافئة جدا من الداخل وبتصل درجة الحرارة فيها لأربعين درجة مئوية، وبيحتوي الكيس من الداخل على أربع قنوات حليب، وبعد حوالي 33 يوم من الحمل تلد الأم صغير غير مكتمل النمو، وبعدها بيبقى الصغير لمدة تتراوح من 4 إلى 5 شهور، وأخيرا بيكتمل نمو الصغير وبيقدر يخرج من كيس الأم. خنفساء هرقل من أقوى أنواع الحشرات في حجمها، وده لأنها قادرة على حمل أضعاف وزنها، وبالرغم من كده هي حشرة عمرها لا يتعدى الموسم الواحد في عمر الحشرات، وتعتبر من أكبر أنواع الخنافس، فبيصل طولها لحوالي 17 سنتيمتر وعرض أجنحتها بيصل ل 22 سنتيمتر، وبيعيش النوع ده في الغابات المطيرة في أمريكا الوسطى والجزء الشمالي من أمريكا الجنوبية، وهي حشرة نادرة جدا وبيشتهر الذكور فيها بمبارزة القرون، وبتتغذى على الفاكهة. في بداية القرن الماضي تم إنتاج نوع جديد من النحل قادر على إنتاج كميات أكثر من العسل، وده عن طريق الكيميائي واريك كير، ووقتها تم إنتاج النحلة الأوروبية والنحلة الأفريقية، لكن للأسف التجربة فشلت وتم اعتبارها من أبشع التجارب على مر التاريخ، وده بسبب إن النوع اللي تم تهجينه فشل في إنتاج العسل وكان بينتج السم بداله، والنوع ده اسمه النحل القاتل، وتم تشبيهه بالثعابين لأنه قادر على قتل الإنسان بلدغة منه. على الرغم من معرفتنا بحشرة الصرصور أو الصرصار على إنها حشرة بتعيش في الأماكن المتسخة أو المجاري، فده مش معناه إن الصرصار حشرة قذرة، بالعكس، لأن الصرصار لما بيلمس إنسان بيجري على طول ينظف نفسه، وده لأنه من أنظف الحشرات على وجه الأرض وجسمه خالي من أي ميكروبات أو بكتيريا، والصرصار من الحشرات اللي بتمتلك مقاومات في جسدها تجعلها من الصعب الانقراض، فمثلا لما الولايات المتحدة ضربت اليابان بالقنبلة النووية وقتها كل معالم الحياة انتهت في المنطقة دي ما عدا الصرصار، وعلشان كده علماء الأحياء بيعملوا أبحاث وراثية عليه أملا في التوصل لعقار يقي الإنسان من الإشعاعات النووية. تعتبر الحيتان القاتلة أو الزائفة من أكبر وأخطر الحيتان في البحر الأحمر، وممكن تشوفها في دهب والغردقة أثناء رحلات الغوص، لأنها حيوانات اجتماعية بتعيش في مجموعات تصل أعدادها لـ40 حوت، ولما بيتم اصطياد فريسة بتتشارك المجموعة كلها في التغذي عليها، وبيتواجد 200 حوت قاتل في هاواي، والحوت البالغ بيصل طوله لـ20 قدم ووزنه حوالي 1450 كيلو جرام، وبيقدر يصطاد الفريسة لمسافة تصل لـ500 متر تحت سطح المياه، وبيتحمل الغوص دون التنفس لفترة تصل لـ18 دقيقة. الناموس هو أكثر الحشرات أذى للإنسان وبفارق كبير جدا عن أقرب منافسيه، وده لأنه السبب في قتل مليون إنسان كل سنة، ويليه الثعابين 11,000 حالة قتل للإنسان، والناموس بيقتل البشر عن طريق الملاريا وحمى الضنك وفيروس زيكا، واللي بينقلهم عن طريق الدم من شخص مصاب، وده اللي خلى العالم بول مولر يفكر في المبيدات الحشرية DDT علشان يقضي على الناموس والحشرات الضارة، لكن الناموس كون أجسام مضادة منه، وده كان قرار خاطئ منه علشان الناموس مهم جدا في عملية تلقيح النباتات، وفي نفس الوقت بيتغذى عليه الحيوانات الصغيرة
اللي بتكمل السلسلة الغذائية. تعتبر محكمة الغربان من أكثر المحاكم عدلاً في العالم، وده بسبب إن كل جريمة معروف فيها الحكم وبيتم تنفيذه على طول بعد المحكمة. وأهم ثلاث جرائم أساسية معروف أحكامها في عالم الغربان: الجريمة الأولى هي سرقة الطعام، الحكم فيها بإن الغربان بتقوم بنتف ريش الغراب السارق لحد ما يكون عاجز عن الطيران زي الأفراخ الصغيرة. الجريمة الثانية هي سرقة العش أو تخريبه، والحكم هنا إلزام المجرم ببناء عش جديد للغراب المعتدي عليه. أما الجريمة الثالثة وهي أكبر الجرائم وأكثرها قسوة، في حالة اعتداء غراب على أنثى غراب آخر بيكون الحكم فيها اجتماع الغربان حوله ونقره حتى الموت. قبل 60 سنة من دلوقتي تعرضت فصيلة السلحفاة العملاقة اسبانيولا لخطر الانقراض، علشان باقي منها 12 أنثى وثلاث ذكور في العالم كله، يعني ده كل الفصيلة. وده كان عبء ومهمة كبيرة على الذكر دييجو، علشان مطلوب منه العمل على إنجاب أكبر عدد ممكن من السلاحف. وبفضل دييجو أصبح عدد السلاحف اللي من النوع ده 2000 سلحفاة. تصدر أحد الثيران الضخمة عناوين الصحف وأصبح نجم مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، واللي وصل وزنه لطن و400 كيلو جرام. وأطلق على الثور ده اسم نيكرز، ونيكرز من سلالة هولشتاين فريزيان، وطوله أقل من مترين وعمره 7 سنوات، ويعتبر نيكرز من أضخم الثيران في أستراليا. أما عن أضخم ثور تسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كان وزنه 2267 كيلو جرام. تم اكتشاف ضفدع عملاق وصل وزنه 2 كيلو 700 جرام، وهو متواجد في حديقة كوينزلاند الشمالية في أستراليا. وأطلق على الضفدع ده اسم توتزيلا، وهو نوع من ضفادع القصب السامة بيتغذى على الطيور والزواحف والحشرات. وآخر ضفدع تسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كان وزنه 2 كيلو 650 جرام سنة 91 في دولة السويد. بيمتلك الكلب حاسة شم قوية جداً، فبيقدر يشتم رائحة مالكه من مسافة تصل ل 18 كيلو متر. وحاسة الشم عند الكلاب أقوى بألف مرة من حاسة الشم عند البشر، والكلاب حيوانات بتمتلك 200 مليون من مستقبلات الشم في الأنف، و90% من الأوعية الدموية الموجودة في رأس الكلب بتتركز في منطقة الأنف لتقوية حاسة الشم. في ظاهرة غريبة من نوعها، تم تسجيل رقم قياسي عالمياً لطائر استطاع الاستمرار في الطيران لمسافة بعيدة جداً لم تسجل لطائر قبل كده. وقالت موسوعة جينيس للأرقام القياسية إن الرحلة دي تم تسجيلها لطائر من نوع غودت المعروف بمنقاره الطويل، والمسافة اللي تسجلت كانت 8495 ميل، يعني حوالي 13500 كيلو متر. والرحلة دي كانت لمدة 11 يوم من ولاية ألاسكا الأمريكية لجزيرة تسمانيا جنوب استراليا، والطائر في المدة دي لم يحصل على أي طعام أو راحة. سمكة النمر أو سمكة جالوت من أخطر الأسماك اللي ممكن تسمع عنها، ومعروفة بأسماء أخرى زي شيطان النهر أو السمكة اليهودية، وهي نوع من الأسماك بتتغذى على أي حاجة تعدي قدامها سواء الأسماك أو الطيور أو حتى البشر. وهي سمكة شرسة جدا، وبتشبه في الشكل سمكة البيرانا،
لكن حجمها أكبر وبتمتلك أسنان شكلها مخيف، وهي عبارة عن 32 سن مدبب، وزنها بيصل لستة كيلو جرام، وطولها حوالي 180 بوصة. وهي سمكة بتمتلك سرعة فائقة وتمتاز بقدرتها على القفز لارتفاعات كبيرة، والنوع ده بيمتلك شراهة في الأكل دون الشبع، وتعتبر من أضخم الأسماك اللي بتعيش في المياه العذبة. الصقر هو أحد أفضل المفترسات اللي بتنحدر من فصيلة الطيور الجارحة، وأقل ما يقال عنه إنه ملك السماء بلا منازع، وتم تصنيفه من أسرع الكائنات على وجه الأرض. والصقر من الطيور اللي بتمتلك مهارات رائعة في الصيد، فعنده مقدرة على حمل أوزان تساوي ضعف وزن حجمه. وبعض المعلومات اللي صدرت عن مختبر كورنيل لعلم الطيور بتقول إن الصقر لو وزنه 1.5 كيلو جرام بيكون عنده مقدرة على حمل أرنب وزنه 3 كيلو جرام. من أهم المعلومات اللي نعرفها عن النمل إنه بيعيش في مستعمرات فيها الملايين منه، لكن في نوع من النمل بيطلق عليه النمل المخملي أو النملة قاتلة البقر، وهي حشرة بتشبه النمل كبير الحجم وبتمتلك شعر على جسدها وبتعيش لوحدها. والباحثين في علم الحشرات بيقولوا إن النوع ده من النمل ممكن يقتل حيوانات ضخمة زي البقر من شدة الألم، وبالرغم من كده هي حشرة مسالمة، وعملية اللدغ اللي بتعملها علشان تدافع عن نفسها لو أي كائن حاول يأذيها أو يقرب منها. أطول فترة حمل المخلوق في عالم البحار هي لحيوان بحري بيطلق عليه القرش المزركش، فبتصل حمل الأنثى الخاصة بيه ل3 سنوات ونصف، والسبب ده بيجعل موسم التزاوج للنوع ده من القروش غير معروف. والقرش المزركش بيعيش في أعماق بعيدة بتصل ل1500 متر تحت سطح المياه، وبيصل طول النوع ده من القروش لحوالي 2 متر، وهو شبيه بسمكة الإنقليس الرعاد، وبيمتلك 300 سنة في فكه مرتبة في 25 صف، وتعتبر الفريسة المفضلة لي هي الحبار. سمكة شمس المحيط والمعروفة باسم آخر مولا مولا تعتبر من أثقل أنواع الأسماك في المحيطات، واللي بيصل وزنها في وقت البلوغ ل1000 كيلو جرام. والغريب إنها وقت ولادتها بيكون حجمها صغير جداً، واللي بيصل ل3 مليمتر. وبالرغم من حجمها هي سمكة غير مؤذية للإنسان، وبيحتوي لحمها على سموم، لكن في دول شرق آسيا بيأكلوها بعد إزالة السموم منها، وهي سمكة لا تمتلك زعنفة ذيلية. الكتير مننا بيكره الحشرات وخاصة الذباب، وكلنا نفسنا انه ينقرض، بس الكتير ما يعرفوش ان الذباب لو انقرض هيؤدي لانقراض الانسان معاه بسبب الجوع والمرض، لان الذباب هو المسؤول عن تلقيح اكثر من 11000 نوع من النباتات، واللي بيعتمد عليها 966 نوع من الطيور في تكاثرها وغذائها. والطيور دي لو حصل لها أي ضرر هيحصل زيادة كبيرة جداً في 77 نوع من الحشرات والآفات الضارة، وده طبعاً هيأثر على المحاصيل الزراعية اللي بيتغذى عليها الإنسان. الكامة هو حيوان ناتج من عملية تلقيح صناعي ما بين ذكر الجمل وأنثى اللاما، وتم ولادة أول حيوان كامة في 14/1 سنة 98 في مركز توليد الجمال في دبي، والهدف من عملية التهجين هو حيوان قادر على إنتاج الصوف بكثافة زي اللاما، وفي نفس الوقت بيمتلك حجم وقوة الجمل. واللاما بيتغذى على جميع النباتات وبيشرب المياه بكميات هائلة،
وبيقدر يحتفظ بيها لوقت طويل زي الجمال. طائر الشبنم يصنف من أخطر الطيور في العالم، ويعتبر تاني أثقل طائر في العالم بعد النعامة. والطائر ده يقدر بضربة واحدة من قدميه قتل إنسان بالغ، بالإضافة لامتلاكه منقار قوي جداً، فضربة منقاره بتشبه طعنة الخنجر الحاد. وأنثى الشبنم بتضع البيض الخاص بيها بجانب أي ذكر تقابله، والذكر ده يقوم برعاية البيض لمدة تصل لتسعة أشهر، وبعدها بيرعى الصغار. أما الأنثى بعد ترك البيض الخاص بيها بتبحث عن ذكر آخر للتزاوج. سلحفاة البينو البيضاء أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت صحف المجلات العالمية، وده بسبب إن العلماء اكتشفوا حالة غريبة جدا في السلحفاة، وهي إنها عايشة وقلبها خارج جسدها. وتم تصنيف سلحفاة البينو بإنها الكائن الوحيد على الأرض اللي عنده الحالة الغريبة دي. ونشر صاحب السلحفاة صورة ليها على حسابه الشخصي وقال إنه بيعتني بيها باستمرار، وده للحفاظ على حياتها. في واقعة غريبة تم العثور على جثتين لاثنين من الصيادين، وذلك في عام 1994، وكان لابد من معرفة سبب الوفاة، ولكن لم يتم العثور على أي معلومات تفيد المحققين في تلك الواقعة. وبعد البحث والتشريح تم التوصل للسبب، وهو سمكة الباكو، وهذه السمكة من أكثر الأسماك خطورة في عالم البحار. والذي يثير للدهشة أن سمكة الباكو تمتلك أسناناً شبيهة بأسنان الإنسان، وتستخدمها للفتك بأي مخلوق يحاول الاقتراب منها. وسمكة الباكو تستطيع إيذاء البشر أيضاً، ولذلك لا تحاول الاقتراب منها عند رؤيتها. في ولاية نيو جيرسي الأمريكية حصلت حاجة غريبة جدا، وهي إن غزالة عايشة وفي سهم مخترق عظام الجمجمة الخاص بيها، والسهم ده كان سببه صياد بيحاول يصطاد وفشل بعدها. والغريب إن الغزالة لسه عايشة، والأطباء بيقولوا إن السهم ده لو اتشال هيبقى فيه خطر على حياتها، والأفضل ليها إنها تعيش في الألم ده أحسن من الموت. وللأسف الموضوع ده موجود في غزلان كتير. لاحظ الصيادين وجود جروح عميقة على بعض أنواع الأسماك زي السلمون والتونة والدلافين، بالإضافة للقروش، والجروح دي ممكن تصل لعشرين جرح في كل سمكة. وللأسف الأسماك اللي بتتعرض للنوع ده من الجروح بيجدها الصيادين ملقاة نافقة على الشواطئ، لكن الناجي الوحيد هو سمك القرش، لأنه بيقدر يعمل استشفاء سريع لجسده، وكل ده بسبب نوع من الأسماك شكله جذاب بيطلق عليه اللامبري، ومشهور بمصاص الصخور، وبيمتلك النوع ده فم مستدير ومليء بأسنان حادة في المنتصف، بالإضافة لوجود لسان مدبب مكون من ثلاث أجزاء بيقدر من خلاله الالتصاق على أي سمكة، وده بغرض اختراق لحمها، وبيفرز مواد مضادة للتخثر، وبيبدأ بعدها شفط دم الضحية. اكتشف العلماء ظاهرة غريبة جدا، وهي وجود عضات عميقة على القروش والحيتان الضخمة والدلافين، بالإضافة لسمك الميرلين. والغريب إن العضات دي بيكون لها تأثير قوي بيصل للموت. وعلشان يعرف الباحثين مين السبب، كان الشك الأول لسمكة اللامبري، لكن حجم العضة اللي بيصل لسبعة سنتيمتر نفى الشك ده. وبعد فترة تم التعرف على صاحب العضة المخيفة والشرسة، وهو قرش صغير أطلقوا عليه
قرش الكوكيز، علشان الجروح اللي بيسببها بتكون على شكل حلوى الكوكيز. وبالرغم من صغر حجم النوع ده من القروش اللي بيصل ل 55 سنتيمتر، إلا إنه وحش مرعب للقروش الكبيرة والحيتان. والنوع ده بيمتلك أسنان شبه المنشار، مكونة من 37 سن على شكل إبر و 31 سن على شكل مثلثات متصلة ببعضها البعض. أول حاجة بيعملوها بعد الصيد إنهم يدفنوا الصقر تحت الرمال حتى منطقة العنق، والسبب هنا إن الصقر بيمتلك عزة نفس وكبرياء شديدة، فما بيقدرش يعيش غير وهو حر، لأن أول ما بيتم أسره بيفضل الانتحار عن إنه يعيش أسير للبشر. والصقر علشان ينتحر بيقوم بنقر جسده بمنقاره حتى الموت. وفي سبب تاني بيخلي الصيادين يدفنوه في الرمل، وهو التوتر الشديد اللي بيحصل للصقر، فالتوتر بيخلي قلب الصقر يخفق بسرعة شديدة، والسبب ده ممكن يخلي قلب الصقر ينفجر وبالتالي يموت الصقر. وعلشان كده بيتم سكب الماء على الرمال من الصيادين. تراقص الثعابين على المزمار. الكتير مننا كان بيستغرب هي ازاي بتتراقص على المزمار بالرغم من عدم امتلاكها اذان خارجية، لكن تفسير اللي بيحصل ان الثعابين من الكائنات اللي بتمتلك اعصاب حسية في جلدها، والاعصاب دي مرتبطة بالحبل الشوكي، واول ما تحس بحركة بسيطة على الارض بتتنقل الذبذبات عبر جسدها لعظمة متصلة بالأذن الوسطى، وبعدها بتتنقل للأذن الداخلية علشان تسمع. وبالرغم من كده هي بتقدر تسمع الترددات المنخفضة فقط، وبتعوض ده بامتلاكها حاسة شم قوية بتساعدها في التعرف على الفرائس. طائر الكاتب أو كما يطلق عليه صقر الجديان هو صاحب أقوى منقار في عالم الطيور، فبتصل قوته ل 195 نيوتن، والقوة دي تعادل 5 أضعاف وزن جسده، وبالتالي وقت هجومه على الفريسة بتجعل وزنه يقدر بثقل 20 كيلو جرام، والقوة دي بتساعده في صيد الفرائس بسهولة، فبيقدر يصطاد الأفاعي والأرانب البرية والقوارض، ومن أهم الفرائس الظباء والغزلان، وده سبب تسميته بصقر الجديان. والصفات الرائعة دي جعلته شعار لدولة السودان الشقيقة، وهو طائر بيمتلك عزة وكبرياء زي البشر، علشان كده ما بيقبلش تدريب الإنسان ليه، وبيتم الاستعانة بيه في الصيد وبعض الرياضات، ويعتبر النوع ده من أقدم أنواع الصقور في العالم. الإنقليس الرعاد من أخطر أنواع الأسماك الموجودة في البحار، فجسمها مؤهل إنه يطلق شحنات كهربائية بتصل ل 600 فولت، ولو كانت السمكة حجمها أكبر بتصل الشحنات ل 860 فولت، والكمية دي تكفي لشل حركة إنسان بالغ. وبيتواجد 500 نوع من الأسماك اللي بتمتلك القدرة دي، لكن الإنقليس الرعاد يعتبر من أقوى وأخطر الأنواع، وبتستخدم الإنقليس الرعاد الشحنات الكهربائية في صيد بعض الفرائس زي البرمائيات والطيور، وبتمتلك بصر ضعيف، لكن بتعوض ده عن طريق استخدام شحنات صغيرة أقل من 10 فولت، وده لاستخدامها كرادار للتنقل والصيد، وبتقدر تعيش خارج المياه لمدة تصل ل 30 دقيقة، وبتعيش الإنقليس الرعاد خاصة في نهر الأمازون. جمبري المانتس هو أحد أنواع مفصليات الأرجل، والنوع ده بيمتلك زوائد في رجليه الأمامية بيستخدمها في الدفاع عن نفسه، وده عن طريق ضرب الفرائس
بقوة تعادل قوة رصاصة من بندقية عيار 22، وبتصل سرعة الزوائد لحوالي 80 كيلو متر في الساعة. وسبحان الله، ربنا ميزه بالقدرة العجيبة دي علشان يقدر يتغذى على الفرائس المغطاة بصدفة أو هيكل قوي زي المحار وسرطان البحر. وجمبري المانتس بيمتلك نظر قوي جدا، لأن كل عين بيمتلكها فيها 12 نوع من مستقبلات الضوء اللي يقدر يحدد من خلالها الكتير من أطياف الألوان. ومقارنة مع الإنسان، فالإنسان بيمتلك 3 أنواع من مستقبلات الضوء وبيقدر يشوف الألوان الرائعة دي. فتخيل جمبري المانتس إيه اللي ممكن يشوفه. خلد الماء أو البلاتيبيوس هو أحد أنواع الثدييات اللي حيرت كتير من العلماء في تحديد نوعها، وده لأنه كائن غريب جدا. فهو بيمتلك منقار في وجهه وبيبيض زي الطيور، وفي نفس الوقت بيمتلك ذيل زي القندس، وأنثى لما بتبيض بترضع الصغار بعدها. وخلد الماء من الحيوانات السامة جدا، فالذكر بيمتلك مخلب سام يقدر من خلاله قتل حيوان في حجم الكلب. والغريب ان درجة حرارة جسده بتصل ل 32 درجة، في حين ان باقي الثدييات بتصل ل 37 درجة. وهو حيوان بيتغذى على جراد البحر والديدان والسمك، وبيعيش 11 سنة في البرية و17 في الأسر. وزنه بيكون من 700 جرام لحد 2.5 كيلو جرام، وطوله من 43 ل 50 سنتيمتر. قرد البابون من أكبر أنواع القردة الموجودة في العالم. وفي الحضارة المصرية القديمة كان البابون من الحيوانات المقدسة وقتها، لأنه بيجمع بين القوة والذكاء. وقرد البابون حيوان اجتماعي جدا، وبيعيش في مجموعة بيطلق عليها الفرقة، وبيتواجد فيها من 20 ل100 قرد. وفي كل فرقة بيتواجد مجموعة من الجنود مهمتها حماية الإناث والصغار، ولازم يكون واحد منهم الزعيم، بيتم اختياره من قبل الفرقة، وبيكون أقوى وأذكى قرد فيهم. وبيمتلك قرد البابون فك قوي جدا ومخالب حادة. وبيتواجد 4 أنواع من البابون بتعيش في أفريقيا والجزيرة العربية، وبيتغذى على النباتات والفواكه بالإضافة للسحالي والحشرات. الكوالا هو أحد فصائل الجرابيات، ومعروف عنه انه حيوان كسول جدا، وده لانه بينام 20 ساعة يوميا. ومن اغرب المعلومات عن الكوالا انه بيلد صغاره غير كاملة النمو، لكن اول ما بتتولد بتظل 6 شهور في جراب الام، وده لاستكمال نموها. وبتتغذى الكوالا على اوراق الشجر وعلى التراب، وده للحصول على الكالسيوم وبعض المعادن اللي بيحتاجها الجسم. ومن الانواع اللي بيتغذى عليها اوراق شجر الكافور وشجر الاوكاليبتوس، وهي سامة جدا. لكن الجهاز الهضمي للكوالا بيقوم بإبطال السم بمجرد دخوله للمعدة. وبيمتلك الكوالا أظافر قوية وطويلة بتساعده على تسلق الأشجار، وبيتراوح وزنه ما بين 14 إلى 15 كيلو جرام، وطوله من 60 إلى 75 سنتيمتر. يصنف العقرب من مفصليات الأرجل التابعة لرتبة اللافقاريات، وبيمتلك العقرب سم أقوى من سم الثعابين، وبيتواجد منه 2000 نوع حول العالم، منها 30 نوع سام. والسم اللي بيمتلكه العقرب عنده قدرة إنه يقتل إنسان بالغ، والسم ده موجود في غدة في نهاية الذيل، وبيصل سعر الجرام الواحد منه في بعض الأنواع ل10,000 دولار. وبيرجع السعر الغالي ده لأهمية سم العقارب في صناعة بعض الأدوية زي الأدوية الخاصة بالكشف عن الخلايا السرطانية، بالإضافة لأهميته في مساعدة الجسم البشري لقبول أعضاء مزروعة. وبيمتلك العقرب رؤية ضعيفة جدا وما بيقدرش يسمع، لكن بيعتمد على الذبذبات القادمة من حركة أي فريسة في محيطه. وبيعتمد العقرب في غذائه على الحشرات الصغيرة والسحالي.
على الرغم من أن الثعابين السامة قاتلة للبشر والحيوانات، إلا أن البدو العرب بيستخدموها في علاج الجمال من مرض الهيام، والمرض ده لما بيصيب الجمل بيخليه يراقب الشمس من الشروق لوقت الغروب، وده من غير طعام وبيفضل لفترة لحد ما يضعف ويموت، وبيكون العلاج عند البدو هو فتح فم الجمل وإدخال أفعى سامة، في اعتقاد منهم أن السم بيتفاعل مع جسم الجمل فيتم شفائه. لكن الطب الحديث نفى العلاج بالطريقة دي، لأن مرض الهيام عبارة عن جرثومة بتعيش في الدم وبتتنقل عن طريق الذباب المصل للدماء أو أكل الجمل للفضلات بالخطأ، وبتكون الأعراض هي حمى وسيلان دموع وظهور أورام على جسم الجمل، وبيتم علاجه عن طريق الحقن وأخذ الدواء اللازم. المامبا السوداء تصنف من أطول أنواع الثعابين سمية في العالم، وهو نوع من الثعابين شرس جداً في هجماته على البشر، وده بسبب سماعها القوي وحجمها الكبير اللي بيصل ل 2.5 متر، واللي ممكن يصل في بعض الأحيان ل 4.3 متر. ويصنف سم المامبا السوداء بأنه أكثر سمية من الكوبرا ب20 مرة. وسم المامبا السوداء عبارة عن سم عصبي بيصيب الضحية بالشلل التام وتوقف القلب والتنفس في دقائق معدودة، وعلشان المامبا تقضي على إنسان بالغ فهي بتحتاج لقطرتين من السم الموجود في فكها العلوي، وبيحتوي فكها على أنياب بيصل طولها ل6.5 ملم، وسرعة ثعبان المامبا بتتراوح من 10 ل12 ميل في الساعة، وبتعيش في المتوسط 20 سنة وممكن تصل ل50 سنة. بايثون الأشجار الخضراء تعتبر من أخطر أنواع الثعابين العاصرة، وأطلق عليها الاسم ده لأنها بتقضي معظم وقتها على الشجر، وبيشاع عنها بعض المعلومات الخاطئة وهي أنها بتتغذى على الطيور. لكن تم عمل فحص لأكثر من 1000 معدة خاصة للبايثون الخضراء، ونتيجة الفحوص كانت عدم وجود بقايا للطيور داخلها، واستراتيجية الصيد الخاصة بها هي عض الفريسة أولاً وبعدها بتلتف حواليها لحد ما توصل إنها تخنق الفريسة، وبيصل طول البايثون الخضراء البالغة من 120 ل200 سنتيمتر، وبتقدر تتعرف على ضحاياها عن طريق استشعار الحرارة المحيطة بجسدها، وبالتالي بتحدد الفريسة. وأماكن تواجدها في العالم هي الغابات المطيرة في أستراليا وأندونيسيا وغينيا الجديدة. تصنف أفعى الكوبرا من أكثر أنواع الثعابين سمية في العالم، وبتمتلك الكوبرا أنياب سامة في فكها العلوي، وعلشان تصطاد ضحاياها الطريقة الأولى هي غرز أنيابها السامة في جسد الضحية، أما الطريقة الثانية فهي بخ السم بطريقة مباشرة. وأماكن تواجد الكوبرا في العالم فهي بتعيش في أفريقيا وجنوب آسيا وجزر الهند الشرقية، وتعتبر أفعى الكوبرا الملك من أطول الثعابين السامة في العالم، اللي بيصل طولها ل5.5 متر. ومن أهم أنواع الكوبرا الكوبرا الهندية اللي بيصل طولها ل2 متر، وبتمتلك الكوبرا حاسة شم قوية، ده بالإضافة للرؤية الليلية الممتازة، وبتتغذى الكوبرا على الضفادع والثدييات الصغيرة بالإضافة للأسماك والطيور. تصنف الخفافيش من الثدييات الوحيدة اللي بتمتلك قدرة الطيران، وبيتواجد منها حوالي 1100 نوع حول العالم، وأكبر أنواع الخفافيش الخفاش الثعلب اللي بيصل وزنه لكيلو 400 جرام. لكن أصغر الأنواع بيطلق عليه خفاش الحذوة الصغير اللي بيصل وزنه لأقل من 45 جرام، وبيشاع عن الخفافيش إنها بتتغذى على الدماء فقط، لكن بالإضافة للدماء فهي بتتغذى على الفواكه والحشرات، وده حسب نوعها. وتعتبر الخفافيش من الثدييات اللي ليها دور مهم في زراعة بعض أنواع الأشجار، وده بسبب إلقاء البذور أثناء التغذي عليها، وتعيش الخفافيش في المناطق الدافئة القريبة من خط الاستواء،
فهي بتتواجد بكثرة في جنوب وشرق آسيا، وبعض الأنواع الصغيرة منها بتعيش في أفريقيا. تصنف الأناكوندا من أضخم أنواع الثعابين في العالم، فبيصل طولها في المتوسط لستة أمتار، وفي بعض الأنواع منها ممكن تصل لحوالي 10 أمتار، وده بسبب حدوث طفرات جينية. وبتمتلك الأناكوندا عضلات قوية في جسدها، وعلشان تصطاد فريستها بتغرز أنيابها الحادة في جسد الضحية، وده لتوقف سريان الدورة الدموية وبالتالي عدم وصول الدم للمخ وباقي الأجهزة. وتنقسم أنواع الأناكوندا لأنواع تبيض وتحتضن البيض حتى تخرج الصغار، وبعض الأنواع زي أناكوندا أمريكا اللاتينية البيض بيكون جواها وبتخرج الصغار منه وهي داخل جسدها، وبعدها بتخرج من الأم وكأنها بتلد زي الثدييات. ومن أضخم أنواع الأناكوندا الأناكوندا الخضراء اللي بيصل وزنها ل 200 كيلو جرام. يصنف الحبار من الكائنات البحرية التابعة لشعبة الرخويات، وبيمتلك صدفة بتسمى لسان البحر، وهي عبارة عن صدفة داخلية ممتلئة بالغاز بيقدر من خلالها التحكم في كمية الغاز الموجودة جواها، وده بيساعد الحبار لو كان عايز يغوص لأعلى أو لأسفل في المياه العميقة. وبيمتلك الحبار 8 أذرع وزوج من المجسات بتحتوي على ممصات مسننة بتساعده على صيد الفرائس زي الرخويات الصغيرة والسرطان والروبيان، بالإضافة للأسماك والحبارات الأخرى. والحبار موجود منه حوالي 300 نوع بتتفاوت أحجامه حسب نوعه، فبيصل طوله من 20 سنتيمتر لأقل من 30 سنتي. وأكبر الأنواع منه هو الحبار الأسترالي اللي بيصل طوله ل 50 سنتيمتر. بيمتلك الحبار القدرة على تغيير لون جسده، وده بسبب احتواء جسده على ملايين الخلايا الصبغية. تصنف أفعى البايثون من الثعابين الغير سامة، وبيتواجد منها أكثر من 40 نوع، وجميعها بيتفاوت أحجامها حسب نوعها. فأصغر الأنواع منها زي بايثون عش النمل بيصل طولها لعدة سنتيمترات، وأكبر الأنواع منها بيصل لتسعة أمتار وهي أفعى الثعبان الشبكي. واستراتيجية الصيد الخاصة بها هي نصب الكمائن، وبعد وقوع الفريسة تقوم بالالتفاف حولها بقوة، وده لمنع وصول الدم إلى المخ، بعكس ما يظن البعض بأنها بتكسر عظام الفريسة. أما عن أماكن تواجدها في العالم فهي بتعيش في آسيا وأوروبا وأفريقيا. وأفعى البايثون بتعيش حوالي 25 سنة، وفي بعض الأحيان بتصل ل 35 سنة. فطر الزومبي المفترس، والاسم العلمي ليه هو أوفيو كورتسيبوس، والمعروف باسم فطر أوفيو. والفطر ده ذكي جدا، لما بتستقر أبواغه على النملة الضحية وتتغلغل بيها بيبدأ يستولي على مخها وعلى الألياف العضلية، واللي بيحصل بعد كده إنه بيغير في جينات النملة. وبما إنه المتحكم هنلاقي النملة بتبدأ تخرج عن نظام المستعمرة، وبيقود النملة بعدها لبيئة رطبة وقريبة من الشمس، وبتبقى حالة جسم النملة وقتها إنها بتكون ميتة وحية في نفس الوقت. وفي خلال 3 أسابيع بتنمو بويضات الفطر في النملة، وبعدها بتنفجر رأس النملة وبتنتشر أبواغه بعد كده للبحث عن ضحية أخرى. والفطر ده موجود في أعماق الغابات الاستوائية المطيرة في تايلاند. الحبار العملاق هو كائن بحري غامض ومش معروف عنه معلومات كتير. بيمتلك رأس غريب الشكل فيه شبه من المنقار، وأطراف الحبار بتكون طويلة وبيكون في آخرها مصاصات بيستخدمها في إمساك الفريسة وعصرها. وبيتراوح طول الحبار العملاق من 18 ل 30 متر، وبيعيش دايما في الأعماق الكبيرة. ويعتبر الحبار العملاق العدو الأول لحوت العنبر، بس دايما بيخرج مهزوم من المعركة،
وبيغطي انسحابه بإفراز الحبر، وفي حوادث مؤكدة عن مهاجمته لبعض القوارب، زي مثلا في القرن الماضي هاجم أحد القوارب لكن بحار شجاع استخدم بلطة لقطع أحد أطرافه وإجباره على التراجع. تعتبر البومة من الطيور الجارحة، وهي من الطيور اللي بتمتلك حاسة سمع قوية ورؤيتها الليلية جيدة، وفترة النشاط الخاصة بالبوم بتكون دايما في الليل، وعندها القدرة انها تنزل في المياه علشان تصطاد فرائسها، لكن الغريب انها مش بتقدر تطير تحت المطر. وتحتوي رقبة البومة على 14 فقرة، وده ضعف الفقرات عند البشر، والعدد الكبير ده بيساعدها على لف رأسها لحد 270 درجة. وتعتبر الأنثى في البوم أكثر عدائية وأكبر من الذكر، وبعض أنواع البوم زي بوم الحظيرة بتقدر تصطاد ما يقارب 1000 فأر في السنة، والبومة موجود منها حوالي 200 نوع، والأنواع دي موجودة في جميع قارات العالم ما عدا القارة القطبية الجنوبية. يعتبر حوت العنبر من الثدييات البحرية الكبيرة جدا في الحجم، فبيصل طول الذكر لعشرين متر مع وزن يصل لخمسين طن، والأنثى بتكون نصف حجمه، وبيمتلك رأس مستطيل وكبير جدا في الحجم، ويصنف دماغ حوت العنبر من أكبر الأدمغة الموجودة في الكائنات البحرية، فبيصل وزنه ل7.8 كيلو جرام، وبيتغذى على بعض أنواع الأسماك والأخطبوط والحبار العملاق، وبيقدر يغوص لحد 9 كيلو متر تحت المياه والمدة 90 دقيقة، وبيتم استخراج مادة غالية جدا منه وهي العنبر، والمادة دي بيتم استخدامها في أجود وأغلى أنواع العطور. يعتبر وحيد القرن من الثدييات الكبيرة اللي بيصل بعض الأنواع منها ل3600 كيلو جرام، وهو من الحيوانات العشبية، وبيتواجد منه 3 أنواع، وهي وحيد القرن الأبيض، وحيد القرن الهندي، ووحيد القرن الأسود، والأنواع دي بتتواجد في قارتي آسيا وأفريقيا. وبيمتلك وحيد القرن حاسة بصر ضعيفة، لكن حاسة السمع وحاسة الشم بتكون قوية عنده، وهو من الحيوانات المهددة بالانقراض، وده بسبب الصيد الجائر بسبب استخدام قرونه في الطب الشعبي، وحاليا موجود منه 8% بس من أعداده، ومعظمها بيعيش في محميات خاصة. وبيعيش وحيد القرن 45 سنة، وبيصل وزن صغاره وقت الولادة من 45 ل60 كيلو جرام. تعتبر الغوريلا من فصيلة القردة العليا، وبيصل وزنها لأكثر من 250 كيلو جرام، وهي من الحيوانات العشبية، فبتتغذى يوميا على 18 كيلو جرام من النباتات، وهي حيوانات انطوائية بعكس ما يشاع عنها، لكن لو تم إزعاجها بتبقى خصم عنيد جدا، وده بسبب قوتها. والغوريلا بتعيش في المنخفضات في غابات أفريقيا، فهي موجودة في رواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو، وبتعيش الغوريلا في مجموعات بتكون من 20 ل30 غوريلا، وبتقدر تعيش من 35 سنة ل50 سنة، وصغار الغوريلا بتعيش مع أبويها لحد وقت البلوغ وهو 10 سنوات، وبعدها بتعتمد على نفسها. وبتتغذى الغوريلا على الكرفس البري والفاكهة ولب الأشجار. التايجون هو حيوان هجين ناتج من تزاوج أب نمر وأم لبؤة، وبيشبه في الشكل والصفات الأب النمر، ولأن اللبؤة بتكون أصغر في الحجم من النمر فما بتقدرش على حمل الأجبال بحجم كبير جوه الرحم، وعلشان كده بيكون الأفضل تهجين النمر السومطري معها علشان حجمه بيكون أصغر.
وطبعا في حالة النمر السيبيري والتايجون بيكون صعب جدا التهجين، لأنه بيشبه الأب النمر في الشكل أكتر من اللبؤة، وبيقدر يعمل زئير الأسد وصوت النمر، وبيمتلك التايجون فرو فيه خطوط وبقع أقرب للون البرتقالي. ولأن الحيوانات دي عندها اضطرابات وراثية فبتموت في سن مبكر، وإناث التايجون بتكون عقيمة وغير قادرة على التزاوج. تعتبر الكلاب البرية الأفريقية من أنجح صيادي البرية، فبتقدر تصطاد فرائسها بنسب كبيرة واللي بتصل ل90% من محاولتها، وده بسبب العمل الجماعي للقطيع اللي ممكن يصل ل40 كلب بري في القطيع الواحد. وتعتبر الأسود هي العدو الأول لها، والكلاب البرية بتمتلك فك قوي جدا بيصنف الأقوى بين الحيوانات اللي بتمتلك نفس حجمها. وبالرغم من كده الكلاب البرية مهددة بالانقراض، وده بسبب الصراعات المستمرة مع الأسود والضباع، وبسبب كمان تقلص المساحات الخضراء. والكلاب البرية حيوانات متعاونة جدا مع بعضها، فلو أي كلب كان مريض بينهم بيتشارك باقي الكلاب في العناية بيه لحد ما يكون بصحة جيدة. يصنف النمر من أكبر السوناريات في الحجم، وهو من الحيوانات المهددة بالانقراض، وده بسبب استخدامه في الطب التقليدي في الصين، علشان بيستخدموا أجزاء من جسده كأدوية لعلاج التهابات المفاصل والجهاز الهضمي. وبيمتاز النمر بكتلة عضلية كبيرة وعضلات قوية في قدمه بتساعده في الصيد والسباحة، وبيمتلك ذاكرة جيدة ورؤية ليلية أفضل من البشر بحوالي 6 أضعاف، وبيعيش حوالي 25 سنة. ولما الذكر بيصطاد فريسته بيستنى الأنثى والأشبال يأكلوا الأول على عكس الأسود. ومن أهم أنواع النمور النمر السيبيري، نمر جنوب الصين، نمر الهند الصيني، نمر سومطرة، ونمر البنغال. يعتبر هرقل من أغرب فصائل القطط اللي ممكن تشوفها في حياتك، فهو مسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر حيوان من فصيلة القطط في العالم، وده حسب صحيفة ديلي ستار. هرقل اتولد نتيجة تزاوج أب أسد وأم نمر، علشان كده بيسمى الأسد الببري أو لايجر، وبيعيش في ميرتل بيتش في الولايات المتحدة. وبيبلغ وزن هرقل ما يقارب 400 كيلو جرام، يعني ضعف وزن أبويه، وطول جسمه بيقارب 4 أمتار، وبيتغذى على 50 كيلو من اللحم في الوجبة الواحدة، وتبلغ سرعته 80 كيلو متر في الساعة بالرغم من ضخامة جسده. تصنف الزرافة من أطول الحيوانات في العالم، فبيصل ارتفاعها من 5.5 ل6 أمتار، وطول رقبتها لوحده بيصل لتلت الارتفاع ده، وبيتراوح وزنها من 500 ل1200 كيلو جرام. وعادة الذكور بتكون أكبر في الحجم من الإناث، وبيصل طول صغار الزرافة وقت الولادة ل6 أقدام. وبتمتلك الزرافة قلب ضخم بيصل وزنه ل9 كيلو جرام، والحجم ده مناسب لضخ الدم اللازم لطول رقبتها، وبتصل سرعتها ل50 كيلو متر في الساعة. وهي من الحيوانات العشبية، فهي بتتغذى على أوراق الشجر، والزرافة بتنام حوالي 2 ساعة يوميا، وده على فترات متقطعة. والزرافة بتحب تعيش بالقرب من قطعان الضباء أو الحمير الوحشية. يصنف حيوان النايس أو الشيهم من فصيلة القوارض، والحيوان ده بيمتلك جلد مزود بأشواك حادة جداً، وبيختلف في الشكل حسب نوعه أو عمره، وبيستخدم الأشواك في الدفاع عن نفسه ضد الحيوانات المفترسة.
لدرجة إن حيوانات قوية زي الأسود والنمور بتخاف تقرب منه. وبيعيش حيوان النايس في الأمريكتين وآسيا وأوروبا وأفريقيا، وهو من العشبيات، فهنلاقيه بيتغذى على الفواكه والمكسرات والبذور. وبيقدم النايس كأكلة شعبية في دول جنوب شرق آسيا، خاصة فيتنام. وصغار حيوان النايس وقت الولادة بيكون جسمهم مغطى بريش ناعم، وبعد الولادة بأيام بيتحول الريش ده لريش صلب. يصنف الفهد من أسرع الحيوانات الموجودة على الأرض، فسرعته بتصل ل 120 كيلو متر في الساعة، والسرعة دي تخطت سرعة السيارات الحديثة اللي بتمتلك سرعات مهولة. والفهد من الحيوانات اللي بتمتلك مرونة ورشاقة عالية، لدرجة انه يقدر يقفز لمسافة تصل لست امتار، وجسده مؤهل لتسلق القمم والمرتفعات اللي ممكن تصل لخمس تلاف كيلو متر. وبيختلف الفهد عن باقي السوناريات انه مش بيقدر يطوي مخالبه داخل اقدامه، وده بيساعده بالتشبث بالارض اثناء صيد الفرائس. والفهد بيعيش باعداد كبيرة في جنوب غرب افريقيا في دولة ناميبيا، وبيطلق على المنطقة دي بأرض الفهود. وبيتغذى الفهد على الغزلان والظباء والخنازير البرية. يصنف القرش الأبيض من أكثر الأسماك خطورة في العالم، ومن أشهر أسمائه قرش الأبيض الكبير أو قرش الموت الأبيض. وبيمتلك القرش هيكل غضروفي بيستند عليه ألواح من الكالسيوم الصلبة، وجلد القرش بيكون خشن، وده علشان في أسنان مميزة صغيرة بتنمو عليه. أما فم القرش فبيحتوي على أسنان حادة بتنمو باستمرار، واللي بيقع منها بيطلع غيرها على طول. والغريب إن القرش الأبيض لازم يستمر في الحركة حتى وهو نايم، وده علشان خياشيم القرش علشان يوصلها الأكسجين لازم تكون الزعانف في حركة مستمرة. والطعام المفضل عنده هو الفقمة وسبع البحر، علشان بتحتوي أجسامهم على نسبة عالية من الدهون. يعتبر دب الباندا من أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض، فوصلت أعداده في السنين الأخيرة ل 1864 دب، والحكومة الصينية بتحاول الحفاظ على أعداده بإنشاء محميات خاصة لحيوان الباندا. والباندا بتعيش في غابات الخيزران الموجودة في وسط الصين، لأنها بتتغذى على الخيزران بنسبة 90%، وبتقضي حوالي 12 ساعة في الأكل يومياً. والباندا بتمتلك حاسة شم قوية، وتم تصنيف الباندا من الحيوانات الآكلة للحوم، فلو ما خدش كفايته من الخيزران هنلاقيه بيتغذى على القوارض والحشرات والأسماك. وبالرغم من الحجم الضخم لحيوان الباندا، إلا إن صغير الباندا وقت الولادة بيصل طوله ل 15 سنتيمتر. يصنف الغراب من الطيور الآكلة للحوم، وهو طائر عدواني جدا حتى مع الطيور الأكبر منه في الحجم. والغراب طائر ذكي جدا، فبيقدر يقلد أصوات مختلفة لبعض أنواع الطيور، بالإضافة إن عنده قدرة على تقليد أصوات البشر، فبيقدر يقلد أكتر من 100 كلمة للغة البشر. والغربان من الطيور اللي بتمتلك قوانين صارمة في مجموعاتها، فلو غراب عمل غلط وخالف القانون بيتم محاكمته من بعض الغربان في المجموعة. والغراب من الطيور اللي بتحب تعيش في مجموعات، فلو طائر مات من المجموعة بيقف باقي الغربان حواليه وبيعملوا حاجة أشبه بالجنازة، وبيتم دفنه بعدها. في عالم الحشرات تصنف مملكة النمل
من أكتر الممالك المنظمة والنشيطة، ومملكة النمل بتتكون من الملكة والشغالات والذكور. وأهمية الملكة للنمل هي إنتاج البيض فقط، والبيض المخصب بينتج الشغالات، أما البيض الغير مخصب فبينتج الذكور. ومملكة النمل مفيش قائد ليها، لأن كل واحد عارف دوره إيه وبيعمله. والنمل بيمتلك حاسة بصر ضعيفة، لكن حاسة الشم بتكون قوية، وبيقدر يعرف العش الخاص بيه عن طريق الروائح الكيميائية. وكمان ليه أهمية في الطب، وهي تنشيط الأوعية الدموية للإنسان وعلاج جلطات المخ. في كل خلية نحل ملكة واحدة مختلفة عن باقي النحل في الحجم، وألوانها وأجنحتها بتكون أقصر منها في الحجم، وبتمتلك آلة لسع مقوسة بتستخدمها في حالة واحدة بس، وهي معركة مع ملكة أخرى منافسة ليها في الخلية. ووظيفتها الوحيدة هي وضع البيض، لكن لو توقفت الملكة عن الدور ده، النحل وقتها بيكون ليه رد فعل قوي جدا، لأنهم مش عايزين ملكة مش بتأدي دورها. فبيبدأ يتجمع مجموعة كبيرة منهم ويحوطوها من كل الاتجاهات، وتلاصق أجسام النحل بيولد درجة حرارة عالية جدا تؤدي لموت الملكة، وتسمى العملية دي عناق الموت. فرس النهر، أو كما يقال عنه في مصر السيد قشطة، وهو حيوان بيصنف من أقوى الحيوانات بالرغم من أنه بيتغذى على الأعشاب، ويوميا بيتغذى على 70 كيلو منها. وفرس النهر بيمتلك أسنان طويلة وقوية جدا، بتصل قوة عضته ل 128 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع. وبالرغم من ضخامة جسده، إلا إنه ماهر جدا في السباحة، وبيقضي حوالي 16 ساعة في المياه يوميا للحفاظ على رطوبة جسده. والذكر بيستمر في النمو طول فترة حياته، فممكن يصل وزنه لأكثر من 3 أطنان. وهو حيوان شرس جدا في الدفاع عن منطقته، والغريب إن الإناث في فرس النهر بتلد صغارها وهي في المياه. تعتبر كلاب الهاسكي من أذكى سلالات الكلاب، وهي سلالة بتشبه الذئاب في الشكل، وبيطلق على صوتها عواء وليس نباح كباقي أنواع الكلاب. وكلاب الهاسكي سلالة اجتماعية جدا وبتكره الوحدة، ولازم يكون صاحبها عنده خبرة كافية للتعامل معها. فكلاب الهاسكي بتحب تعيش دايما في مجموعات، ولازم يكون الشخص اللي بيتعامل معاها قوي الشخصية علشان يكون قائد ليها. وكلاب الهاسكي بتستخدم في سيبيريا لنقل الثلاجات على الثلوج، فهي بتقدر تعمل كده لقدرتها على التحمل بالرغم من ان حجمها متوسط. بعد موت حوالي نص مليار حيوان في استراليا بسبب حرائق النار، اكتشف العلماء وجود سبب لسرعة انتشار الحرائق، والسبب ده صقور النار، وبيطلق عليها اسم آخر الحداية. والمعلومات دي أثبتت في دراسة بدأت سنة 2011 وظهرت نتائجها في 2017، والدراسة دي اسمها النشر المتعمد للنار بواسطة طيور النار. واللي بيحصل ان بسبب التغيير المناخي بتشتعل النار في مساحة محدودة، وبيجي بعدها صقر النار يستغل النار المشتعلة دي وياخد منها أعواد صغيرة
بمنقاره أو مخلبه ويرميها على الأشجار والأعشاب الجافة لتهريب الحيوانات المختبئة، وبالتالي تكون هدف سهل لصيدها. تعتبر كلاب الكنجال التركية من أضخم وأقوى السلالات الحديثة، وهي سلالة شرسة جداً، لكن بالرغم من القوة والشراسة اللي بتمتلكها إلا إنها هادئة وودودة جداً مع الأطفال، ويمكن تربيتها وسط العائلة. وتعود أصول الكنجال إلى منطقة كنجال التركية، وتستخدم كلاب الكنجال لحراسة الماشية من هجوم الذئاب والدببة. فالسلالة دي بتمتلك جسم قوي وفك كبير بتصل قوته ل 337 كيلو جرام لكل إنش، وبتصل سرعة الكنجال التركي ل 50 كيلو متر في الساعة، وبيعيش من 10 ل 14 سنة، ومعروف عنه إنه بيتم استخدامه في الشرطة لمكافحة الشغب. يعتبر طائر أبو مركوب الوحيد في جنسه، يعني مش هتلاقي سلالة مشابهة لنوعه، وهو من الطيور اللي حجمها كبير وبيوصل طوله ل 120 سنتي، وبيطلق عليه اسم تاني وهو حذاء النيل الأبيض، وبتوصل طول جناحاته ل 2 متر و 30 سنتي، وبيوصل وزن أبو مركوب ل 7 كيلو جرام. وأبو مركوب عنده راس كبيرة ومنقار ضخم بيساعدوا على تناول التماسيح الصغيرة والقوارض وكمان الأسماك والطيور. وأبو مركوب طائر انفرادي، يعني في المناطق اللي بيعيش فيها هتلاقي ثلاث طيور على مسافات متباعدة، لكن في فترة التزاوج بيعيش في أزواج، وهو من الطيور الخجولة ناحية البشر، وبيعيش حوالي 35 سنة، وهو موجود في مستنقعات شرق ووسط أفريقيا. الإنقليس الرعاد من أخطر أنواع الأسماك الموجودة في البحار، فجسمها مؤهل إنه يطلق شحنات كهربائية بتصل ل 600 فولت، ولو كانت السمكة حجمها أكبر بتصل الشحنات ل 860 فولت، والكمية دي تكفي لشل حركة إنسان بالغ. وبيتواجد 500 نوع من الأسماك اللي بتمتلك القدرة دي، لكن الإنقليس الرعاد يعتبر من أقوى وأخطر الأنواع، وبتستخدم الإنقليس الرعاد الشحنات الكهربائية في صيد بعض الفرائس زي البرمائيات والطيور، وبتمتلك بصر ضعيف، لكن بتعوض ده عن طريق استخدام شحنات صغيرة أقل من 10 فولت، وده لاستخدامها كرادار للتنقل والصيد، وبتقدر تعيش خارج المياه لمدة تصل ل 30 دقيقة، وبتعيش الإنقليس الرعاد خاصة في نهر الأمازون. تعتبر سمكة الرقيطة من أخطر أنواع الأسماك الموجودة في البحار، فالنوع ده من الأسماك بيمتلك 100,000 خلية جيلاتينية موجودة بجانبي الرأس، وهي المسؤولة عن إصدار شحنات كهربائية عالية بتصل ل 500 فولت. والغريب إن الخلايا المسؤولة عن إصدار الشحنات الكهربائية بيتواجد منها طرف موجب وطرف سالب، وأول ما السمكة تحس بالخطر بتصدر الشحنات الكهربائية دي وبتقتل بيها أي كائن بيشكل لها الخطر. وسمكة الرقيطة بيتواجد منها أنواع وأحجام مختلفة، لكن أكبر الأنواع منها بيصل وزنه ل 450 كيلو جرام. وبالرغم من كده سمكة الرقيطة من الأسماك اللي يمكن أكلها لأنها مفيدة للإنسان، وبتعيش معظم أنواع الرقيطة في قاع البحار والمحيطات وبتعيش منفردة، لكن بعض الأنواع منها بتعيش في مجموعات، وبتعيش سمكة الرقيطة 25 سنة. الخنفساء القاذفة من أغرب الحشرات اللي ممكن تسمع عنها، فهي مزودة بآلية دفاع عجيبة في جسمها، وهي إنها بتطلق قذائف كيميائية على شكل سحابة من الدخان، وبتطلقها تجاه أي عدو لما بتحس بالخطر. فهي بتمتلك 2 من الغدد في جسمها، والغدد دي بيتواجد مواد كيميائية مختلفة بداخلها، وأول ما تحس بالخطر
بتطلقها بسرعة متناهية في أقل من ثانية واحدة، وبتتفاعل المواد دي مع الأكسجين مكونة مادة اسمها البيتروكينون، ودرجة حرارتها بتصل لدرجة الغليان. وبتتواجد الحشرة دي في معظم قارات العالم، وبتعتمد في غذائها على الحشرات الصغيرة. عفريت الماء أو كما يطلق عليه السمندل هو أحد أنواع البرمائيات، وهو من الكائنات اللي بتمتلك قدرة مذهلة، وهي إن أطرافه لو تم بترها بتنمو بسرعة جدا، يعني ممكن نشوفها وهي بتنمو لأنها بتنمو في دقائق معدودة، ده بالإضافة لقدرته على تغيير أعضاءه الداخلية بكل سهولة. وبيعيش السمندل في المكسيك، وبيمتلك النوع ده قدرات عجيبة جدا، وهي إنه لو اتجرح بيقدر جسمه يوقف النزيف في ثواني. وبيحاول العلماء الاستفادة من قدرات جسمه لاستخدامها في الطب البشري، وبالرغم من تصنيفه من البرمائيات إلا إنه بيحب يعيش في المياه، وبيقدر يعيش حوالي 10 سنوات. يعتبر طائر الطنان من أصغر فصائل الطيور في العالم، وبيتواجد منه 300 نوع معظمها في قارة أمريكا الشمالية. ومن أشهر أنواع الطنان هو طائر النحلة الطنان، واكتسب الشهرة دي لأنه من أصغر الطيور في العالم، فوزنه بيصل ل1.8 جرام، وبسبب صغر حجمه الضفادع بتتغذى عليه باعتباره نوع من الحشرات. والطنان مميز بأنه الطائر الوحيد اللي بيقدر يطير للخلف، واطلق عليه الاسم ده بسبب صوت الطنين اللي بتصدره أجنحته. وبيتغذى الطنان على الحشرات الصغيرة ورحيق الأزهار من 3 لـ5 مرات في الساعة. ومعظم وزن الطنان عبارة عن عضلات الصدر والعضلات المسؤولة عن الطيران. وبيقدر طائر الطنان رفرفة أجنحته من 720 لـ5400 مرة في الدقيقة الواحدة، وده حسب نوعه. Shark versus octopus. Who would win in a fight? If the two were put in a clear tank of water, the shark would probably just sink its teeth into the octopus and call it a day, even if it was the largest one ever seen. A few bites from the shark would cause such incredible losses in terms of flesh and blood that the creature would die quickly. Pajama sharks feed primarily on crustaceans, e.g. crabs, on the rocky reef. They also feed on small fish such as anchovies and hakes, as well as the egg cases of other sharks. They will actively hunt octopuses, as has been famously documented in the film My Octopus Teacher.